جايز صباح بخير كي دايرين لاباس عليكم؟ نهار كبير، نهار زوين، نهار جديد، الله يبارك فيكم. رمضان مبارك سعيد الاخوان، وكما كل لايف غنبقى نقول لكم رمضان مبارك سعيد من البداية ديال رمضان حتى لاخر نهار في رمضان. اليوم معنا السراقي، مرحبا بك بارك الله فيك اخي راقي. ايام براود اخي، انت النهار هذا ويلي ويلي. انت اخي راقي ما عندكش قرب عندي هنا، انت ما عندكش مع الله يبارك؟ لا لا، ما عنديش مع الله يبارك، حشومي شويه. انت تدير الكواليس شويه وصافي. لا لا والله لا خير لك، نحييك راقي. ولي ضرب معايا الغربه، معلم في الطايله وعاكم فرصات ضربت انا وياه الغربه ياك الحومه. صح، تعاشدنا بزاف تما، دابا باش عرفنا راسنا تعرفنا بزاف. تما باش عرفناني براسنا. قول لي يا اخي، كي كانت الحومه ديال الطايلون؟ هذا باش واحد تيتخيل الطايلون، تيتخيل كانت البحار، كان البحار بحال عايش في شي جزيره ما فيهاش بزاف الناس. هذه هي الاكسبيريونس. وسيرتو الحومه ديالنا كان الاجنبي غاعبر. ما كناش بزاف، والحمد لله طحنا في هذيك العرش. الحومه كانت مسلمين، وهذا عرفونا مسلمين. كان داكشي الاكسبيريونس ما انتيغرينا مزيان. الحومه كانت 90% اخي تيبان لي مسلم، 90% مسلم. خاي نفس فهمتي، جاتني في شكال واي مشيت صافط صاحبي حتى للطايرون، دويت لقى المسلمين والمسلمين كثار. ومسلمين مسلمين كول. لا كول سيطان كول، فهمتي؟ لدرجه ان مثلا كاين ستيل دو في، فهمتي؟ كاين لا ريليجيون والستيل دو في ديالهم كيفاش عايشين وداكشي، هي لا فهمتي ميلونج بين كولتور وريليجيون اللي كان مختلف شويه على علينا حنا في المغرب. هو كانت واحد اللعيبه كنت كنشوفها في الباصه فاش كنا ساكنين، مثلا حنا كنا كنكونوا صايمين ورمضان وهما مسلمين، ولكن كيطيبوا البنادم سائح دايز. ديما كان كاينو هادو، كانوا عاوتاني البوديين بوحدهم حتى هما كياكلوا عادي. خاي الطيرون داني نقول لك اخي، من الحوايج الزوينه اللي كانت عجباني تمايا هي داك الاختلاف الثقافي، جميع الديانات، جميع الجنسيات، جميع تقول سيرتو انا جيت صاحبي من المغرب، كاين غير واحد. كاين طريق وحده، كتجي كتقول واي لا صاحبي، شحال من واحد كاين هنايا، شحال من جنسيه كاينه هنايا. مع واخا مشيت لامريكان تلاقيتي معها مراكنه وانا مغربي. يقدروا يكونوا شي جنسيات اخرى ولكن انا ما رديتش معاهم البال، على حقيقه انا غادي من المغرب لامريكان المره الاولى. ماشي بحال راقي حياه اخرى عنده على فهاد اللايف هذا، راقي تجربه اخرى. نجاوبها ولا نتسناها؟ نزيدو دقيقه جوج دقائق قبل ما يتجمعوا الشباب ونبداو اللايف. الله يلا خير، نهار كبير هذا. اخي راه انا فخور باستراقه جيبان، جيبان في اللايف. اش كيسميو ذاك الرجل وراء الكواليس؟ ايوه، مان بيهايند ذا سينز. لا لا، بيهايند ذا سينز ولا سميتو لومبر. لومبر قال لك يقول فرنسي، ما عرفتش. جنود الخفاء. جنود الخفاء. كي جنود كبروا بزاف. راك تصور بزاف. راك تصور بزاف. راك اخي قصه مختلفه. تا واحد فض الطيوف ما يجي يكون ضرب نفس الباركور، نفس التجربه، نفس طريقه التفكير. قول لي اخي راقي، شحال فلاش دابا؟ وقربنا 40. دابا على شي شهور اقلال ما باغيش يقول 40 اصاط. 40 قربنا 40. اللهم بارك. 40 اخي، وباقي تبان صغير وجو. تلخر تلخر، عاد نجبد معك هذا السيجي. خليه بغيتي. وانت فرحان بخير؟ الحمد لله كلشي هو هذا. اللهم بارك. قول لي اخي، فين تزاديتي؟ لقيت بورزويز صغير بغيت نبداو هذيك. كيف باش في العمر؟ شو صاحبي؟ انا اخي 33 عام. صافي انا ما اخي هو 40. تبارك الله. تبارك الله اخي. وراك اصاحبي رشدنا الله يرشدو اخي، راه رشدنا للطريق. امين. كاين عندنا اخي راك واحد التصوير انا وياك قديمه شحال هادي في 2014. انا وياك واقفين بحال هكا وتنبانو كبر من دابا، والشكل راه لا علاقه، انا داير بحال هكا وداير واقفين. لقيت انا الله يبارك. واحد التصويره كنشوفها كنكر، تقول لي لا صاحبي ماشي حنا هادو، نقش جبد لينا صاحبي هاد التصويره هاد نسى. اجا خير راه غنبداو من الاول دابا. تور اوف كومنتس. غنديرو تور اوف كومنتس يوتيوب. شي قول لي يا خير راه فين تزاديتي؟
انا ولد كازا تزيدش في كازا في سونتر فيل ديال كازا الشارع خويا بقى واحد ضرب عمر المهم سونتر فيل شويه بجديه غير سونتر فيل القديم ما عرفتش واش باقي هو مزيان اخي دابا شحال لاج قلنا 40 سنه هي قربنا 40 صافي يلا شي تصفر يا اخي خلينا نقول لك بروفيتي شويه مزيان قول لي اخي مزواج كاين شي وليد زواج جوج بنات مزيان 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 اش كيدير الوالد ملي تزاديت شنو قلتي الوالد كيدير انا الحمد لله ما عنديش نفس ما نكذبش عليك انا نقول لكم عندي قصه في هاد الدراري فحال يحيى اللي تيزني حتى الولاد انا ولد كازا العائله الحمد لله طبقه متوسطه الوالد كانت عنده شركه في لاسونسور والده خدامه في شركه قارين الوالده الوالده فاش خدام الشركه ديالك كانت خدامه في شركه ديال لي زاسورونس مزيان شحال هادي حتى لدابا ولا لا لا دابا كلشي تقريبا متقاعد ولا متقاعد الوالد باقي هي ران هيز بيزنس باش نوصل ما نقدرش نعمل هو ما بغيش نخفنا ما بغيش باش يجلس في الدار واه قول لي اخي كي كانت الدراسه الابتدائي فين قريتي الابتدائي الابتدائي قريت في واحد المدرسه بريفي باش لي قناه الحكومه ولا هذا لا قول لينا قلنا سميت المدرسه سيفيني سيفيني ما عرفتش واش باقا ولا لا في ميرسي لطون في كازا مرسوطه يا سلام هذوك هو الكارتي تقريبا ماشي هو جوازين لا لا صافي قول لي يا اخي ولي عداد واحد جوازين اللي كنا كازا ساكن في السونتر فيلا برجوازين هو كاليفورنيا هو برجوازين حنا طبقه الحمد لله نقولوا متوسطه بخير قرينا في الحمد لله الاعداد ديال شنو قريتي حتى هو في بريفي والدي الحمد لله كانوا قارين وقرينا قريت في البريفي في الابتدائي ومن بعد الابتدائي تحولت للبيبليك بانوا لي وقال الوالد ولا هذا مابغيناش نطلع كيليميني ولا شي حاجه ما كاش شي صافي حبس اجي نتكثر باش يطلع راجل قريت مولاي سليمان في بنجديه جابر بن حيان حدا اللي كان حدا الدار وكملت الباك ديالي في حال هكا مزيان الحمد لله شحال خديتي الباك في البيبليك 12 بلا من ورا الباك اش مدرج الباك مشيت لقريت في فرنسا عندي الحمد لله ولاد خالتي في فرنسا ودارنا عاونوني العام الاول باش نمشي نقرا تما وقريت قبلت في درت دي يو تي ديبلوم يونيفرسيتير تكنيك وقال في اليو تي هو ماشي في لافاك قريت في فرنسا في نيس اوكي في جنوب فرنسا قريت فيه انفورماتيك ستاتستيك ومن بعد كملت واحد العام اخر ديال ليسونس وديك السنة هو كان ديبلوم فرونسي ايطاليان تكنيك و بيان سور كنت كنقرا وكنخدم خدمة حنا الدراري الكليكة ديال الدراري اللي كي ديال المغاربة اللي كانت تقراو ديال فنيس مع توريزم داك الشيء كنخدموا في لوطيلات كل مرة شنو نخدم انا واش كتخدموا في لوطيلات سبيساليتي ديال الكليك ديال لي زيتود ديال المغاربة هي فيور دو نوي ريسبسيون ديال لا نوي اوكي كنقراو السيمينا كاملة والجمعة الجمعة بالليل السبت بالليل لحد بالليل حسب كتخدم في الريسبسيون ديال الجمعة على 10 كتسالي مع 8 بحال هكا ديك مع المغاربه اللي خدامين على لي زيتيدون المغاربه صافي خدمنا خدمت تما ومن بعد شحال كانت كتدخل لك اخي هاد فيغ دون في الشهر تقريبا تخدم جوج ليلات في السيمانه تقدر تدخل 300 400 اورو وكافيه زعما انت كايتوديون كايتوديون بالنسبه ليا كافيه راك تسمى كتخلص تما عندك لا بورس ولا شي لا لا ما كانش عندي لا بورس كانت عندي في العام الاخر ديال القرايه ديالي اوكي البورس ماشي دونك تخلص كلشي على راسك الكراهه كلشي على راسك كلشي و ديك 300 400 اورو كافيه ديك الوقيته كتجيني كافيه لا خدمتي هنا سميت شي ما عرفتش ايتوديون ما عرفتش ديك الوقيته انا كتجيني عادي كاتي ولا شنو؟ عائلتك عطيو لا عاونوني العام الاول ملي مشيت لفرنسا بالله وابخي ابخي ديوتي شنو درتي؟ ديوتي عامين ديوتي عامين ليسونس عام ومن بعد حتى ليسونس كنتي خدام فيها بيان سور ديما ديما حتى الصيف بعض المرات لما مشيتش للمغرب كنبقى في الصيف خدم مع بالله في سميتو وبيان سور هاد الاكسبيريونس ديال القرايه والخدمه بدات تعجبني انا ديك الهوسبيتاليتي لوتيلغي وهذا بديت انتريسي قلت اوكي سي ليكسبيريونس وانا ما كانش صراحه عرفتي ملي كتمشي على 18 عام تقرا علاش عزلت انفورماتيك ماشي حيت انا نقولو بغيت حتى 18 عام بالنسبه لي ما كنتش عارف شنو باغي دير كنت كنسمع انفورماتيك هذا اوكي يلا اقرا ولكن بزز باش فهمت الالغوريثم وداك الشيء الكودين وداك الشيء بزز ما عرفتش كيفاش ديت الدبلوم هادشي علاش كيعجبني راقي مختلف تماما على كاع اللي مريحين حنا ما عندناش غير مع داك التيك يخلي لك التيك عطينا شي حاجه اخرى سكي اللي كنت نقرا نكمل قرايتي ماستر في الهوسبيتاليتي مانجمنت زعما جيستيون اوتيليير هذا قريت عام في الماستر
صافي هذه الباركور ديالي ديال الدراسه. جاتني لوبورتونيتي نسالي قرايتي في فرنسا صافي قلت اجي. وبيان سور ملي كتكون تما كتشوف دي ستوديون اترونجي وبيان سور ديك لا ريجيون كامله ديال التوريست كيبانوا لك دوك الدراري باك باكرز جايين من اوستراليا ولا نوفيل زيلون ولا شي كنت كندا امريكان كيدوروا لوروب كامله اوكي. وهذا لي ستوديون اترونجي وداك الشيء انت كتقول اه راه غنبقى هنايا ها كنقرا صافي راه شنو كتجي المغرب وصافي باغي تكتشف انت بغيت تعيش ديك الحياه ديال باك باكين السفر وديال ديما كانت عندي ديك الباسيون السفر. قلت انا اجي كانت عندي اوكازيون نمشي لكندا ومشيت لكندا من ورا ما ساليتش لاي ما ساليت القرايه مشيت قلت اجي نمشي لكندا. كندا ملي وصلت تما بيان سور انا كان وليت كنهضر الفرنسي الايطاليانيه والانجلي. وصلت كندا قلت الفرنسي تعلمتها حيت كنت في فرنسا ايطاليانيه المغرب ايطاليانيه في داك اليوتي والليسونس كانوا بالايطاليانيه الفرنسي والايطاليانيه تما فين والانجلي فين تقنتها الانجلي شويه القرايه شويه لي ستوديون اترونجي شويه الخروج بالليل وهكا ولكن قريت واحد العام وقال في المغرب انا عاقل قريت واحد العام في الانجلي بالله كونسول قال ديال الميريكان اي شنو باش نحطو لونغري تعلمتيها وانت خدام في يور دو نوي فلوطير وفي الخارجات هكا مع الدراري ديال الدراسه تاعي وفي الدراسه بلان الميلونج زعما نقول صافي ملي وصلت كندا كنشوف زعما شنو لقيت البيبان محلوله في كندا لا بالعكس جيت انا عرفتي كتقول اه صافي شديت الدبلوم بالعقليه شديت الدبلوم صافي انا عندي ماستر صافي نلقى الخدمه في البلاصه والو ما لقيت والو فحال وصلت لكندا دوك لي دبلوم كامل الفرنساويين ولا هذا ما كيعترفينش بهم فهمتي زعما فحال تعاود حيت كامله كانوا في شي مدارس ديال لي زانجينيور ولا كلشي كتلقى شي مغاربه عندهم 40 عام يلاه يعاودوا باش عاود واحد السنين باش يتعلموا باش يوليو ديبلوم ديتا كنديان اوكي كانوا صحابي تما تيقراو تما صافي خدمت بقيت في مونريال خدمت واحد البقيته وليت كنخدم كان في الاول صعيب باش نلقى خدمه اوكي فلوس قربوا يسالي وبديت خدمت وبديت نقلب واحد البقيته وليت عندي ثلاث خدمات واحد البقيته ما كانوا حتى شي خدمه واحد شهرين ما لقيتش خدمه وفي البقيته بداو يجيو كاملين راه خدمت ثلاث خدمات واحد الخدمه كتمشي كنصوب واحد ريستورون كنصوب البرجر كنفليبي برجرات كتعطيني 25 دولار في ديك الساعتين كنسالي ديك الخدمه كنمشي لواحد الكول سنتر ديال لي سيرفيز كتعيط للناس كتسولهم على الراي اييه وواحد الخدمه اخرى شنو هي كنت كتغسل اي الويكاند كنت كنمشي نغسل الماء في الويكاند في واحد الريستورون الوغ هادو واحد لقيتها كاملين هادو ثلاثه د الخدمات دابا انت خير عقاش كنت ساهل زعما شي تغسل شنو قربك تغسل الماء داك المايند سيت ديالك انت الماء لا كانت اخيب خدمه درت في حياتي هي علاش درتيها زعما انت عندك انت ممكن ترجع ممكن ترجع للمغرب ومولين الدار يصوفيوك وكذا لا بالنسبه لي هذا فشل رجعت فشلت تصوت رجع المغرب انت معولين عليك داركم باش دير حياتك كلشي وانت في الاخر رجع المغرب والو ممكن زعما نو ريتيرن هذه ما كانش هذه ماشي اوبسيون بالنسبه لي في راسي زعما واخا بقى تما بوحدي ولكن رجوع بحال هكا لا حيت فشل بالنسبه لي وما فكرتيش اخا تلقى شي خدمه علاش انت راه عندك ديبلومات في الاخر ممكن تعند ليها تولي تخدم اي بيان سور نقولوا واحد يلاه جا جديد لديك الدوله باش يبقى يقول لا شدي الدبلوم ما نخدمش خصني عما ديك الخدمه في سميتو ولكن ابخي كلكو موا بديكسبيريونس وكل شيء لقيت خدمه مزيانه اوكي اللي نفعني فيها هو الطاليانيه والفرنسي ولا ديك تري لانجويج الفرنسي والانجلي هذا الوغ تما لقيت خدمه مزيانه في واحد الشركه ديال الفينونس خدمت معاهم واحد كلكو موا ولكن انا من السيمانه الاولى ديك تسعود الخمسه ما كانش عاجباني كنت كنخدم كيبان لك شي واحد شرف منك حياته كامله 20 عام في الشركه كيجي تسعود القهوه ديجا الليل في كندا في الشتاء والثلج كتفيق في الظلام كترجع للدار في الظلام ما كانش حياه فهمتي انا هادشي كامل انا خايدو از جورني زعما باقي انا في ليسبري ديالي باقي في السفيره انا باقي مسافر عا كندبر هنا فهمتي انا ستين عا مقصرين فهمتي باقي ماشي مانستالي انا عا مسافر ديز انا عاد ديز من كندا وهذا صافي دوزت واحد عام ونص في كندا ومشيت انا قبل نمشي لكندا قبل نمشي لكندا من فرنسا وقفت درت اسكال في لندن واحد ليله صافي عجبتني لندن بقات ديما في راسي اصبر خدمتي تما في فينونس قلتي لي 3 mois 3 mois مزيان
ومن النهار الاول ما بانش لك البلان. لا من النهار الاول باش دير البلان باش دير. وعلاش بقيتي تروامو؟ حيت باقي ما كنتش عارف شنو باغي ندير اوكي الفلوس كيدخلوا هذا اوكي زعما عايش وصافي ولكن باقي زعما ما عندكش واحد بلان ما كاينش بلان بي ما كاينش بلان بي كاينش واحد السؤال اللي كنسولوا لنا وحنا صغار تكون عندك واحد التوجيه اللي انت ما عارفوش كاع انت ملي كانوا تسوتي يسولوا شي لون اها تاجي تكون متسمعاش على قداش الصوت مشى الو خدمت في شركه ديال ديال لي فينونس في كان المهم انا خدمت هذوك اللي لهم ديال البرجرز ديال هذا يلا لقيت خدمه عاوتاني خدمت فيها 3 شهور كنت تما باش شنو يعاوني تما كنت كنهضر ثلاثه اللغات الطاليانيه الفرنسي والانجلي خدمت فيها 3 شهور وبيان سور ديك 9 تو 5 وهذا ما عجبتنيش شنو 9 تو 5 واش كتعني 9 تو 5 هي تفيق في الصباح غادي تخدم تخرج مع الخمسة سورتو كندا البرد والثلج تدخل مع 9 الصباح تدخل مع 5 د العشية تخرج داخل في الظلام خارج في الظلام دابا في كندا تتفيق ديك الوقيتة بالظلام والبرد 5 د العشية كتجيبها بالظلام 4 د العشية كاين المغرب تيخدموا تيخدموا زعما دوك الناس تيخدموا حنا العام كامل الشمش لا بالنسبه لهم عادي شي واحد اللي كيعجبو داك السبور ديال ليفير ولا داكشي كتجي كيعجبو لكن حنا بزاف ديال داك الشنو المغاربه كي جاتك ديك ليكسبيريونس قلتي ما عجبك من النهار الاول بان لك ما منهاش ولا تضرب تعاد بان لك ما منها انا باقي في المود ديال السفر وديكوفر اوكي ما بغيتش هادي زعما انا براسي ما باغيش نخدم هاد الخدمه هادي ولكن بيان سور انا كنديكوفريها ومي عارف راسي انني ما نكملش فيها ابلاه وقلتي ملي كنتي غادي لكندا وقلتي في لندن ملي قبل ما نوصل لكندا كنت وقفت في لندن بقات لي لندن في الراس اوكي الوغ لقيت خدمه في لندن كنت صافي نخرج من كندا لقيت خدمه في لندن في هاد الهوستيل هذا صافي كملت خدمت فيه واحد عام بديت كنت درت بزاف لي كونيسونس ريزو ديال الناس تما يلا جايين لوند قبلوا على خدمه هذا داس واعر وصلنا ديك الحمد لله داس مريض لا المهم النشاط سطيات خرج ديكوفري عالم جديد تعيش في لوند مدينه واعره 800 بيضه معلم في هذاك 800 سرير في هذيك الكوان فاش خدمت كوما وسميتو كلشي جنسيات مختلفين مختلفين كان داز زعما مريقله زعما واحد جون هذا باغي يتطالع احسن خدمه في البلاصه وقيله تلقى مع الشباب اللي ضرب الباك باك صافي باقي انا فهمتي ما مسافرش ولكن مسافر في نفس الوقت فهمتي انا عايش هاي كنس واحد البلاصه فيها الناس مسافر بلان صافي وصلت واحد لقيتها صافي خدمت نقول واحد الكلاش ديال 26 وقيله ولا 27 قلت صافي وقيله وقيته هدا عليا وقيت نجمع راسي دابا ونقلب على شي خدمه زعما فور لونغ بيريود اوف تايم زعما شي خدمه ديال اللي كنقولوا ترس بحال ديك لعبه تخدم الدخان تخدم ترسم ترسم شي خدمه مزيانه تقدر تقولها لداركم تقدر تقولها لداركم تقول عرفتي فين كتخدم كتقول وي انا خدام في هذه هذه فهمتي بغيتي تبدا كارير وصافي كارير هذه مزيانه جبتها بديت من بدا كارير هي هذه صافي الحمد لله حتى هي عاوتاني عاونتني التري لانجويج الطاليانيه الفرنسويه والانجلي خدمت واحد ستارت اب ديال سيت انترنيت كي ريزيرفي ديال بحال بوكين دوت كوم ولكن ديال ريستور اوكي ديال لي ريستورون شنو ديت بوكي طبلا في ريستور الناس اللي يوزاتور كي بوكي طبلا في ريستورون كيجمعوا لي بوان ديك لي بوان دي كان لودين دم ريستورون واخرى وكان عندهم لي بروموسيون داكشي بلا كان الشركه واعره شنو خدمتي معاهم خدمت عاوتاني في الكوتي ديال الفينونس كريدي كونترول يعني كتهضر مع لي ريستورون تشوف كلشي واش لي زون فويسز كي كانت الخدمه خدمه مزيانه انت بخير الخدمه مزيانه الصراحه ان الصالير مزيان كتمشي بالجين ما كاين لا كوستيم لا والو ستارت اب زعما فيلين بحال هنا عندكم كان بحال هنا المشكله نهار الاول وصلت خدمت ديك عاوتاني ديك 9 تو 5 ونقول رجعت للدار قلت هاد الخدمه هادي ما وقلا زعما اي هيت اوريدي ما حاملاش ديجا فهمتي هاد اللعيبه ديال السير خدم او اثنين الجمعه عندك على السبت والحد وفهمتي خفايق غادي وهاد الروتين انا قلت ما نقدرش هادي ماشي حياتي واخا الكارير كتبان مزيانه وكلشي انا عارف راسي انني الحلم ديالي ما نخدمش فهمتي ماشي هادي ماشي حياتي قال لي الحلم ديالي هو ما نخدمش الحلم ديالي هو ما نخدمش الحياه ديالي ماشي هادي زعما انا كنقول ملي كنكون في داك في البيرو ولا في الخدمه ماشي الشخصيه ديالي هذا ماشي ف
فهمتي راقي هو اللي كيكون برا الخدمه داكشي داك الراقي اللي في الخدمه واحد اخر واحد شي حاجه شي واش شخصيه اخرى فهمتي حياتي زعما انا كنحس براسي حي برا الخدمه ماشي الخدمه اصلا الفكره لا وصلت مزيان قول لي اخي كيف شنو بقيتي تمشي تجي كذا النهار الاول في ديك الخدمه وصلت كلشي كان مزيان وكلشي ولكن العار داخل ديالي ما حاملهاش في النهار الاول قلت شنو وطرت شنو ندير دابا شنو ندير الخدمه ما حاملهاش صافي طبيت في جوجل هاو تو ميك ماني اونلاين بالله جوجل السؤال جوجل منقد الجوال تقول لي وحلتي سير جوجل صراحه كتبتي هاو تو ميك ماني اونلاين شنو لقيتي صافي هذيك هي فين بدات لا ذا جورني نقولوا شنو هي ذا جورني هاي الجورني ديال انا فهمت دابا معاك على خاطر كاين ماشي في الجورني شنو هي الرحله تما بدات الرحله جايز الدراري والله جات تسمع والله جات تجي تسمعوا اللعيبات تكيسوا عندنا الدراري هاني الدراري سير كمل لي اخي تما بدات الرحله ديالها تما ديال الرحله صافي بديت نتعلم اول حاجه تعلمت هي كيفاش دير سيت انترنت كونتنت كرييشن تكتب ارتيكل دير ادسنس تدخل فلوس من تربح فلوس من جوجل هكا بدات الوغ انا اول واحد جوجل ادسنس نقول تقريبا نقول ادسنس ولا الافيلياسيون افيلياسيون افيلياسيون معايش افيلياسيون فحال نقولوا امازون درت افيليت امازون فواحد السيت واول دولار دخل لي اول ربح دخلت لي 8 دولار من افيليت ديال امازون بلا كاين شي واحد شرا اسبيراتور والثمن غالي حتى جاتني 8 دولار صافي كتبان لك صافي كاين شي حاجه بروف كونسيبت كاينه صافي كملت انا الناس اللي علموني ديك 8 دولار تكون كانت حلوه على كانت واه ما عرفتش كيفاش ديتهاش واقع كاين داك المينيموم اللي باقي 14 ما كاينه من ورا شنو مشيت قلت في الخدمه مشيت قلت لهم هذيك خدام معايا درت سيت انت ربحت هذا ميد ماي فيرست دولار هذا بيان سور وما فهمتي بالنسبه لهم والو ولكن بالنسبه لي راه فهمتي انجاز كبير لا ولكن هما كي قالوا لي كان بلان كذا وباركوا لك ولا شنو رياكشن نيوترال ما باركوا اوكي زعما فهمتي جريت ماشي بيان سور ما يحسوش شحال الفيلين بحالنا حنا بحال هذه صافي هذه سميتو هذه بدات لا جورني ديالي في الاونلاين بحال هكا ورا شنو درتي الوغ هذوك الناس اللي علموني بيان سور بقيت كنتعلم يوتيوب نشري كورات نشري نشوف لي فورماسيون بزاف تعلمت الناس اللي علموني في هذا الشيء ديال كونتنت كرييشن كان يوتيوب وكل شيء وهذو الناس داروا بروموسيون ديال واحد الكول ديال هاو تو ميك ماني ويز ابس في لي زابليكاسيون يعني التطبيقات بلا صافي بديت لي زابليكاسيون انا عندي لي سيت انترنيت بديت في لي زابليكاسيون اوكي فهاد صافي بديت كندخل واحد الفلوس اللي تقريبا دايرون بلاصي السالير ديالي بعد شحال اخا هو عام ونص الخدمه ما عرفتش كنخرج من الخدمه ديال اللي بغيت نسمع كنخرج من الخدمه كنمشي نخدم في الدار الويكاند كنبقى في الدار واش قلت نسوق بقيتي كتخرج كطبي خدمه ساعه في النهار ولا كاينه الخدمه ساري طاك 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 وراجع للدار ومتحمس فهمتي كنسالي خدمه بالزربه غادي فهمتي عندك البروجي ديالك طاك طاك في الطريق زعما الحياه في لندن كانت زعما واعره كنت خدام مزيان وساكن زعما في سونتر فيل زعما كنمشي قليل الناس اللي كيمشيو الخدمه على رجليهم في لندن اوكي زعما كلشي كان ولكن ما ماشي زعما اللي كانت الحلم ديالي سارة خيتي تعاود لنا يمتى حققتي الحلم انا بديت رومبلاسي السالير ديالي انا في هذيك الحياه اللي كانت عندي في لندن مشيت عطله لتايلاند 2009 اول مره اوكي مشيت للحي ديالنا تما كان جلست في واحد لوطيل ولا ديالكم حي شرينا اصلا ها ما تقول لنا السمية اخي يا مربى انا خلينا باقي مخبع داك الكارت باقي ديالنا باقي بغينا نرجعوا له صافي مشيت لعطلات تايلاند وصلت لديك شفت الحياه كي دايره في تايلاند الناس كيعيشين الماكله فهمتي قلت بقات لي تايلاند فراسي قلت هذه هي الحياه اللي بغيت نعيش في ديك الجزيره في ذاك الكوان هذا هو راقي اللي بغيت هاي هذا هو راقي اللي بغيت نكون فهمتي بقات لي في 2009 هاد البريود سي مكتي انت لا سبقنيهم هو اللي كتب لي داك الميساج هو جاي داك الميساج هو جاي وكاين على السوزه وصلت روبلاسيت السالير ديالي اوكي
وانا مشيت لتايلاند قلت مادام يلا نمشي لتايلاند حتى هي فين ما سميتو يلا 2000 ديسمبر 1 ديسمبر 2012 تحطيت في تايلاند طالق كلشي ما عندي والو انا شكاره داك باك باك احسن ما درتش عندي حياتنا في تايلاند نشوفو كلشي ديميسيون كلشي خرجنا طلقنا كلشي ديال فلوند وحنا صافي في تايلاند 2012 صافي تايلاند ديال الحياه كندخل فلوس من الابليكاسيون كلشي هو داك صافي وصلت انا بالنسبه ليا وصلت ما كاين صافي صافي هذا هو النيفو الاخر معانا اللي انا اول مره نمشي للطيرون ب 2013 مشيت مع عادي المفهوم ما كتعرف ولكن 2013 دابا هنا فين هي ترى النقطه ديال 2013 مشيت غير شهر 2014 كتبت واحد البوست الدراري انا راه ما بقاش بين لي في هذه الحياه هذه في المغرب راه غادي نمشي غادي نستقر في تايلاند بان لي واحد اللايف ستايل اخر شي دراري منين غات انسبيريت من واريور فورم واريور فورم نازل ونقرا واحد خونا كتب واحد خونا جا سول عنده واحد الاشكاليه الاول اللي جاوبو قريت الكومنت قريت اللوكيشن مكتوبه تايلاند الثاني اللي جاوبو قريت اللوكيشن لقيتها تايلاند الثالث اللي جاوبو وانا نقرا تايلاند ونقول لا هنا فين تجمعوا خاصني نضرب محفظه ونمشي حتى انا نعيش تما صافي نكتب واحد البوست الدراري راه بلانيت راه غادي نمشي نستقر في تايلاند وغادي نهز معايا محفظه وكذا ونمشي حتى انا ندير داك الديجيتال نوماد شنو هي نوماد اي ديجيتال رحاله فهمتي ديك الرحاله هي كانوا شحال هاد الرحاله بالجمال ولاو دابا الديجيتال يعني هاد زي بي سي وراه حتى هو رحاله وي هذيك الساعه انا حتى انا صافي في الانجليزي كنقلب على الديجيتال نوماد وهذا ايفن درت ابليكاسيون سميتها ديجيتال نوماد هو سبقني كاع الجو 2012 2013 صافي كما قلت لك وصلت الطياره وصلت زعما صافي بالنسبه لي هذه هي الحياه صافي ما كاين ما خصني والو سرتو في ديك الحومه صافي شنو ثاني كنت في اقول عام ما هضرش العربيه كنهضر مع ريا في التليفون مع صحابي ولا الدارسينو زعما في الحياه والو العربيه ما كايناش حتى شي مغربي ما عرفت والو حتى شي مغربي والو شويه بديت نعرف الناس اللي كيخدموا في لي زاب كتلاقى معاهم في شي ايفنت ولا دان جالزا ولا هذا المهم انا براس بالنسبه ليا ما كاينش المغربي ما كاينش شي علاقه درتي علاقه تمايا نيتورك ديال ما كانش في المغاربه ما كاينش العرب ما كاينش حس العرب انا ديك الوقيته كاين امريكانيين تايلانديين صافي واحد لقيت زدت لقيت واحد جروب ديال فيسبوك ديال الديفلوبر ديال الجيم مغاربه وشي واحد من داك الجروب دار لك لايك لشي البوست ياك انا درت طلع ليا في داك الفيسبوك فيه ان واحد دار لايك البوست ديالك دخلت ولقيت كنقول شكون يا ما كان فيسبوك الله يحفظ هذا شكون هذا اللي مهيب عليه هذا وانا كنشوف شكون هذا هي طاك اوكي هي انت داكشي ودرت لك لايك ونشبعو سميتو غد ليه دير انت انك جاي لتايلاند فهمتي انا هذا طاك 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 ونقول نكتب لي قلت ليه ومرحبا بك في تايلاند انت شي اول مغربي يلا انا سيرت لك ميساج ديك اللعبه ديال التكاز تشري براسك قناك انت اول مغربي ولكن بلان وقال لي نتلاقى صيفط لي ميساج بريفي وصافي بقينا هضرنا شويه ملي وصلت لتايلاند هضرنا في التليفون ياك وي كنت كتقول لي نتلاقى ونتلاقى وانا بيني وبينه كانت 14 كيلومتر في الكون فين ساكن هو والكون فين ساكن انا ولكن كنت كنتفاداك ياك على حقيقه شنو انا خايجي ما كنتفادى كنتفادى على حقيقه قلتها فواحد اللايف ما جاش نعاودوها تيكونوا اخي باد اكسبيرينس مع شي واحد تتلاقى مع على برا مثلا عقلتي على الدراري اللي كانوا تشدوا كاملين مغاربه هذاك النيتورك كنا تلاقينا معاك في الشارع طم انا وراقي سلموا عنا دراري مغاربه كدوا الدارجات لا انت اخي السمره كنعرفوك من الويب مرحبا قلنا شوف حنا خدام ريزيرفين واحد لوطيل غادي يكون بواحد 800-900 دولار الليله قلت لهم شنو بغيتي ديروا الدراري تما قال لك جامعين المغاربه وبنا نطيبوا كامله انا ما عارفش داك الحس البوليسي ديالي قال لي الصابر الفيلم ما راكبش قال لي نمشيو عندهم قلت ليه لا صافي السيطان في الاخر تشدوا كامل فهمتي ماشي في ديك الليله وانما بعد مده ما كترتاحش وديك الساعه كنت ديما كنسد على بنادم لدرجه انه هو ملي جيتي تقول لي نتلاقى وتنقول له واخا راني معطل راني تليت هنا اسمح لي انا راه ما باغيش نقول ليه لا اشنو غادي يطرى غادي يقول لي واحد النهار كندوي معاه في التليفون قال لي دابا راه خاص تقول لي واش نتلاقى ولا ما نتلاقاوش على قبل راه خاصني راه ما عنديش انايا راسي راه خاصني نهند لي حتى المدام ونشوف المدام راه ماشي صاحبي تجي حتى نخرج قبل نتلاقاو
هاد الجمله قلت شو هاد الصوت هذا على حسابات كيضرب وعندو المدام دونك راه هاد الصوت هذا ريسبونساب. هي هذيك فاش قلت ليه هو صافي نتلاقاو اليوم فكرت المدام لا والله الا تنقولها ليه تنقول ليه السبب سميتو هو المدام لحقاش اخي راك عارف راه شتي انت داك النيتورك كامل اللي تشاد هادي بنادم في الغربه اخي ما كتعرفش مع من كتلاقى اجي الميساج لكاع الدراري الفو يتخ بخيدو ماشي عاوتاني كلشي لا وماشي عاوتاني كلشي المهم تعرف انا نتعاشر وصافي انا كنت عندي الرغبه ديال معمر لو سيرتو راقي كان كول كنت قال لي عاوتاني واحد الساط راه عشيرنا مغربي بغى يجي يسكن هنايا وكذا كذا 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 سولتو شي اسئله طاق 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 قلت قلت له شو خراق هذا الساط هذا في الاخر غادي يجيب بزاف المشاكل صح وتولي انت تصرف عليه صح ويقول لي الله صاحبي وفي الاخر ترى هذا الفيلم هذا ولكن راقي عاش فرنسا عاش اجواء زوينه هكذا انا عاش دواري زيك كاين البروفايلينغ تيدوي معاك الواحد حتى عاود لي تنقول له خراقي لا 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 هذا البلان هذا ما راكبش فوتنا المواضيع عادي لا بصح انا كنت الرغبه هو نعرف مغربي ديجا نهضر مغربيه وكل شيء وفي نفس الدومين فهمتي هادشي علاش درت البريسيون باش نتلاقى معاك انا بغيت نهضر مع مغربيه وشي واحد في نفس الدومين راه ما كايناش حتى انا خير شوف انا اللي الشرف تلاقينا والله عرفت راه اللي ضرب معايا الغربه ديال الطاين وفهمتي السنين تمر هو راقي لدرجه حتى ولينا جيران ولينا تما ولينا جيران ولينا سميتهم كنا كندوزو ساعات وساعات وساعات ديال الهضره كيف ذاك الهضره اللي هضرنا في عام بحال ديك الهضره اللي تقدر تهضر 20 عام ديال الصحبه حيت ما كاين انا وياه فهمتي كنبقى وهذا الهضره كلشي المواضيع عرفتي صاحبي شناهي عام كنا كندوف راه يوميا عندك صاحبك واحد كتمشي تتلاقى معاه ديك الطريحه ديال الجزيره من الجزيره جزيره انت وياه مريحين يوميا تيسالي خدمتو كنسالي خدمتي دا 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 دوينا بجميع المواضيع السنين تمر ويوميا كنتلاقوا ما عرفتش اخي علاش ما طلعتيش ليا برا لا لا لك الله يلا صات كول الله يلا صات كول وبقينا عايشين في الطريق باش ديك النفخ كما بان الاضحيه لا 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 صات كرنا خويا لا لا صات كول النهار الاول بالعكس مشينا خرجنا هضرنا هكذا سيرتو ملي قال لي هذيك الجمله ديال المدام قلت هاد الصفه دار ريسبونساب صافي جو صافي هذيك هي باش تعرفنا شنو 2014 ياك 2014 صافي 2015 ولينا جيران انا رحلت من ديك البلاصه اللي كنت ساكن فيها واصلا جيت عندي فواحد البيريود كنت تنقول صاب ماشي هادي تايلاند اللي انا جيت ليها انا راني في البلاصه الغلط فهمتي على حقاش ديك تايلاند بانت ليا غير البلاصه فاش سكنت هي جيت نقول لهم راه اي واحد مشى السياحه راه ما غاديش تعرف تايلاند راك عارف شي فين كنت شوف وحق الرب الى السهره كتبقى 24 ساعه 24 ساعه وكنكون ناعس 3 الصباح وكنسمع البيفان ثلاث لوطيلات ستريسيت وتصور كتنزل تاكل كتلقى كلشي مصاهر ومحتفل ثم انا جاي الدراري نخدم فينا هما الدراري تلوان تجا هوايا ويقول لي يلاه معايا الحومه شوف الحومه جلس معانا تما شي ايامات ولا عجباتك جي زد حوايجك ويلاه طرحل صافي هي هذيك مشيت للحومه عرفتي شنو لقيتها كنت نتسنى شي حومه تكون كالم راه بحال اللي قلتي النقيض هنا كنت الحفله والسهره تفضوا ما كاين والو ولكن اش كاين البحر والرمله حيت دابا الجزيرة فهمتي الجزيرة كلها حومة راه ما بين حومة وحومة هو في فيلاج كاين هاد الطريق فهمتي كضرب 10 كيلومتر ديال الطريق فهمتي زعما ما كاينش عمارات فهمتي بحال هكا كيف كل واحدة راه فيلاج بوحدو حياة بوحدها كلشي كاين اللي كيبقى تما ما تمشيش لفيلاج اخر السيمانة كاملة ايوا هكا باش بالنسبة لنا كنا كنقول وصلنا وقعنا انا بالنسبة ليك صافي وصلنا انا اخي واحد الوقيتة الثانية في ديك البيريود نيت احنا جايين اشنو اللي طرا الاخر تاع 2015 كنت تندوي على 2015 المهم كنا ديك الساعه مريحين انا وياه انا البركه داخلاني من السي بي اي عايش بخير حكمتها اللي في الاخران صاديك اللعبه ديال صافي اخي راه قايب قول لهم يطلعوا الكتبه خساره وصلنا ليفل تلواش مي 2015 جا واحد ليفيمون هذاك اول دابا اللي هو معروف دابا ديك الوقيته كنا كنمشيو ليه كان كيدار في تايلاند وقيله لا لا عرب افريقيا الصاميت لا لا بدا قبل منا 2015 داك هذاك اوا انت مشينا لاول مره اوا مشيت ل 2014 بوحدي و 2015 ديك العائله قبل من الاراب افريقيا الصاميت لا من ورا الاراب افريقيا الصاميت هو في ديسمبر
ولكن قبل في مصر اول مره دابا واحد دوم على العربه في اليد صامت وقلت لهم راه كاين واحد الصاط حتى هو عنده ما يقول في الجيمينغ وفي لي زاب غادي نجيبو معايا حتى هو يكون سبيكر صافي هي هذيك فاش الاتحيه كيعاود البارح تلاقي الاتحيه مع ملي كيقول تفعت عليا كبيره كيفاش كيفاش اخي كان اللقاء ديالك مع يحيى ملي جا عندك ملي جا عندك المطار عاود لا فيديو لا الطياره لا جدي عادي كيس سميتو سلام سلام وانا سميتو عادي كنهضر معاه سولني هذا كيسولني كنقول له لا صافي هادشي اللي كاين ما تخش نعرف الهضره لا والو لا لا والله الا راقي كنلاحظ انه فهمتي وما كيكثرش الهضره ما كيكثرش الهضره راه دابا قول لي يا اخي وتلاقيتو ديك الساعه وتفاهمت هو قال لك انا كندير السوشيال ميديا وانت قلت لي انا كندير لي زاب اي هذه حتى نقولوا واحد رساله ليفنت كنا كاملين تجمعنا في الطيب بقينا كاملين اون جروب هذا بدينا نهضروا صافي قال لي انا عطاني واحد الفكره تفاهمنا عليها صافي انا ملي رجعت درت لابليكاسيون وصيفطها لي قال لي هو ما عطاك لا فيدباك لا والو قال لك الخدمه هي هذه مزيانه صافي ورجع الله ما عطاك لا فيدباك كيفاش الخدمه كيفاش لابليكاسيون لا كاين مشكل هنا ولا والو شاف قال لا خدمة تبارك الله خدمة هي هذيك هذا ورجع الله قدر اخي تكون عجباتو الخدمة لا رجعتني مشكل فهمتي طق طق صافي بانوا مشاكل من بعد لابليكاسيون شوية بانوا شي مشاكل حتى بحال ملي كيجيو لي هذوك كوستمر سيرفيس فهمتي كوستمر سيرفيس سيبور والو كان والو انا ما عرفتش شنو هو السيبور هذاك حيت ما عرفتش شنو هو السيبور باش الشباب يعرفوا لابليكاسيون شنو هي سيدي حيا كان خدام تيبيع الفولورز راقي كان تيديفلوبي لي زابليكاسيون ماشي انت اللي كديفلوبي لا انا كنبوبليهم ولكن انت كيفاش كديفلوبي لي زابليكاسيون راه كناخذ فريلانسر ديفلوبر وفريلانسر ديزاينر وانا كنجري داك البروج نقول له بغيت هاد لابليكاسيون عطيه شي مثال كنقدر نرسمها ليه في ورقه وستيلو ولا في الاورديناتور ها شنو بغيت على ليكرون الاول ليكرون الثاني هذا واحد كيديفلوب واحد كديزاينر كنابلوديوها ليا في الاب ستور بالله وصافي في الكونت ديالي جيت كنخلصوا على داك البروجي وسميتو لي ريفينو كيكونوا ليا لي ريفينو ليك لي ريفينو ليا مثال اخي مثال اخي لابليكاسيون ديالك مع يجي حي شحال كوستات ملي جيتي ديفلوبر ديزاينر باق مع لابليكاسيون هذيك ما كوستات لي اقل من 100 دولار سمعها 100 200 علاش سيرت لقيت واحد الفيرسيون موجوده سميتو الوغ اختها وريسكي بدل الديزاين زدت على دي فونكسيون حيد دي فونكسيون وبليكاسيون شنو كاين لو الناس كيكومونديو لي فولورز بغيتي 100 فولور بشحال هادي اوكي وما كيجينا هذيك لا كوموند ان ابيرشيس كيشريو كيخلصوا من لابليكاسيون كتجيني ديك لا كوموند ولا ديك لا كوموند كتفلفلها من عند يحيى كنصيفط ليه في داك الاكسل ديالها هما لي كوموند كتفلفلها يحيى وهاد لابليكاسيون اللي دايره اقل من 100 دولار شحال جينيرات اخاي فوق جينيرات تقريبا واحد مليون دولار في الحياه ديالها اللهم بارك انا بعدا دخلتني منها 10000 دولار دابا هما كانوا جالسين قدامي اللي ما قلت البارح والله يجي البارح جالسين كيهاندليو التي انا كدا انا تندير هادشي شوف انا غادي نتكلف لك بهادي تاسا قلت لهم هما الدراري انا راه ما يمكنش كنت حاضر انا اللي لقيتكم خدموهم اللي ديروا 100000 دولار الاولى غادي نجي عند 10000 دولار ديالي وقدر اخي انت ديك الساعه الله يصيفط لي في بايبال وقدر بغيتو يتسطروني قال لي صافي وما قلت انا محال هاد السيطر واش مامن غادي يديروا هاد العباد ولكن لابليكاسيون الحمد لله بقات غدا مزيان وتنعقل كنت كنجي اش كيتسميو هذاك الركوف روم وقرا قرا محدد معايا لا دار تيقول لي شوف هاد لا دار هادي يدوز غادي تاخذ 10000 دولار ديال كنصيفط لك بايبال بلا ما تجي لها ولكن مع طريقي طريقي ماشي صراحه كنزيد شويه الطريق الدار كانت عندي في البديان الفيلا في الاخر كنا كنجيو هكا كنتكون ديز ديال تنكمل الطواله هنا راني وصلت للفيلا تنكمل الطواله تاع الفيلا ديال تنعطيها وراقي وجيب ليا فلوسي والحومه كامله كتسال اش كيقولوا هذا وكنزيد بحالي ندخل للدار وقت ما ديز المهم تنخلي الديكلاراسيون على الفلوس راك عارف العقليه المغربيه على المقبل باش يصيفط الفلوس باش باش ماشي في ديك لاطات عاد يقول لي وتسنى واحد السيمانه لا اخو انا راه جوج سيمانات كندق عليك باش مزيان السيمو باش تعرف بيزنس اونلي شنو هو هذا البيزنس اللي من 100 غير
اي قبل الليله اللي قبل ما كيتجمعوا لي سبيكر وكل شيء قلت لي وي عندنا هاجي راه كاين واحد سميتو سي خصنا نجيب كومبلي وداك الشيء وسير دابا دبر على كومبلي بانكوك حتى واحد ما حنا راه مولفين على الشورت والصنداله داكشي بس كومبلي وكرافات مشيت كريتو انت مشيتي شريتي واحد شريت واحد وحق الرب شوف عرفتي تجيب لي شكل امن في الحياه هذيك اللحظه فاش تحس انك ما ستريتي شي حاجه عرف يلا اللحظه فاش ترون حياتك دابا شنو انا ديك النهار ديك 3 ايام كنحس راسي كنجيبها ديما في الدقيقه 90 هاد العيبه ديال نمشي غادي نجيبها طق 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 الامور كامله غادا ميسره حتى وليت كنحس براسي انا هو اللي كنجيري الوقت ويجي ديك العيبه ديال الكوستيم قلت لخونا شوف اكسر التيل ديال المصبانه جيبوا لي مع الساعه هكذا وملي غادي تجيبو غادي نطلع فيك غادي نعطيك 1000 باط يجي 30 دولار ولكن 30 دولار راه شي حاجه المهم خونا مشى جاب لي معلم الكوستيم طيح السروال في الطريق لاست مينيت فهمتي ونقول فاك وعقلتي السروال جين اللي لا علاقه مع داك البيست ولكن تاكدت ان شوف ديك اللحظه فاش تحس راسك انك انت كلشي مكاد تما ديري صافي ومشينا انا وياه مشينا لديك الحفله ها وكيبان لي انا اول مره انت نقولوا انت ولفتي مشيتي للميديكان هادو ديال هاد لي زيفينمون ولكن انا كان ارابا في ديال السوميت ولكن اول ايفينمون كبير في علاقة ديجا اللي كنكون في سواريا بريفي مع لي سبيكرز وداك الشيء راه كانت انترسيون شي ناس تا هما تما باش عاد عاوتاني في ليفينمون كلشي كتفهم انك واخا تتحب راسك وصلتي ولكن تلاقينا مع تما يلاه كتبان لك يلاه جديتي مازال كاع بديتي وديك الحفله كيفاش هذيك الحفله كنت انا خدام في واحد الشركه سميتها كليك ديلر عيان تنربح واحد 40000 دولار في الشهر خونا مشات لي السميه ديالو هذاك الاكونت مانجر قال لي شوف انت راك هي حرتوك بحال هكا انت راك ماشي فهاد الليفل باش تحضر فداك الحفله هاد الحفله هادي راه بريفو كنعرضوا فيها هاد بيست انا راه قلت لهم راه ضربتي في النيتوركس الاخرين هذا راه شويه باين عندنا وراه عارف كنت مزيان وسير راه حطيت سميتك في ديك الليسته قلت له واخا وديك باش كتزيد تتكمل كتقول راه عندي واحد 20 تا هو راه كيجيو معايا قال لي صبر نشوف قال لي صافي ها شركتك ها شنو سميتو لان كاين سميه ما تدخلش اللي ما كانش لي يدي ديالك قلت له تزيد الله يحفظك ومشينا لديك الحفله كان فيها المدير ديال جوجل ديال اسيا مدير فيسبوك مدير ديال فيسبوك ديال اسيا اول مره انا بالنسبه لي اول مره شي بحال ديك اللعبه ديال نقصتي وانت تدخل شي حفله كبيره عليك فهمتي وانت كتعاود راسك اجي واصل ديك اللعبه ديال شنو كدير انت الصاد انا يا مناجين واحد البليون دولار كامباني في تشاينا وايلي ومشى موباب ولا شي حاجه بحال هكا اي ديال السي بي اي قلت ليه شحال من موت شحال من واحد تيدير عندكم الميديا باينغ 600 موظف اصغر واحد عقل 170 تنقول ليه الصاد انا خدام بواحد الميديا باير هذا تجي فروحوني هادو وتنقول لهم شي اسئله تنتورق ان راه انت لا محل لك تقول لهم ما تخافوش يسرقوا لكم وما كتخافوش ملي كيشوفوا الاوفر يسرقوا لكم كذا كذا قال لي انا راه ما هاني راه ما راه هو عنده مشكل في البيدجي راه وي ار سبيندينغ مليونز اوف دولارز راه كتعرف شحال كنصرفوا في السيمانه كذا شحال شي طرح لك اسئله شحال كدير نتايا تنقول انا هذا ندير 40 40000 اجي نقول 400000 تقول لي 400000 شحال صرفتي فيها تنشدك ديك 300000 تنزيد الزيرو تقول لي صرفت فيها 300000 تقول لي وفي نظرك هذاك اللي مخدم انت منين يجيب 300000 راه ما عندوش كيفاش يسرقك تقول له عاد تنفهم اللعيبات راه غير انا كنت كنتخايل ان راه اي واحد غادي يسرقك واي واحد كذا المهم خرجنا منها انا وياه ديك اللعبه ديال مشينا تعشينا في الاخر وديك اللعبه ديال جبان لك عشيري دايرين والو
تما شنو خرجت لك بدينا نسمعوا تما من غير السي بي كل شيء يلا بدا داك بالنسبه لينا يلا بدينا نسمعوا اي كوميرس دروب شيبين اي كوميرس دروب شيبين كنا اخر قال كاين هذا الاي كوميرس دروب شيبين كاين شي حاجه تما سورتو لي زوفرت ايفن ديال السي بي كل شيء كانوا اي كوميرس دروب شيبين وكانوا تيقول واحد الجمله هي راه سي بي اي ديموت راه اللي جاي هو الاي كوميرس سي بي اي ديموت اللي جاي لك وانا نقول دام يعني دونك خصنا خاين نركبوا هذا المجاد ديال الاي كوميرس مادام ربي كتب لنا نجيو لهاد الحفله هادي اللي كتسمع المدير ديال جوجل تيقول لك راه الفيوتشر هو الاي كوميرس وتتسمع الاخر تيقول الفيوتشر هو الاي كوميرس وعقلت هذاك السطر اللي تصورنا معاه كبير في لاش حتى هذا السطر هذا راه ماناجين 1000 ديال بحال قلتي عنده شركه فيها 12000 واحد اي حاجه تخيلتي كول سنتر كيتصلوا تيكونفيرميو في الفلبين شي الا بغيتي الا بغيتي تكلفوا لك بالسيبور مثلا كتحط الشاط عندك انت اسيورونس كتدخل كتكليكي تلقى ديما السيبور افيليبل 24 ساعه 24 ساعه وعرفتي هاد السطر هذا قلت لي واحد الجمله قلت ليه دابا خاي اسمح لي فهاد الامه ديال عشرات الالاف ديال الناس اللي خدمتي ولكن يطراو مشاكل وكذا هو يقول لي واحد الجمله قال لي شوف انا حاسبهم في حياتي خمسه اللي خانوني ولكن انا ما يمكنش نسمح في 12000 على ود خمسه راه داك الطو ديال شحال اللي كيخونوك بارابور شحال ديال الناس مزيانين كبير الانسان ما خاصوش يتجاف هذا الشيء علاش كتسوي على هذا الشيء ونقول لي لا انا سولت وصافي انا ديك الساعه راه وان مان شو عشان راه بوحدي ومنوت بالبيله كنت بيان سور ريسبكتد من كاع الافيليت نيتورك ولكن راني بوحدي ورا الاخرين كاملين خدامين تيم عصابات وتما عاد فهمت شكون هما المنافسين انا كنت كيصحابني المنافسين ملي كنت كندخل ندير سي بي اي وما سيطان بحالي بحال راقي بحالي تجي حيا هكذا هادو ملي كتخايل كتدخل كتلقى لا راه شركات هادو عندهم 170 هادو عندهم 500 هادو عندهم 600 تنقول الصفر انا اللي كننزل نضرب بوحدي الاخرين راه جايب لي العسكر تما كما كملنا فهمنا كاين شي حاجه في الاي كوميرس انت كان ديك الفكره عقلتي كان واحد الدري حمزه البوني هو جا جبتي لتايلاند باش الله ديك الساعه حمزه حتى هو تبارك الله بدا 2016 بدا الاي كوميرس بدا الدروب شيبينغ قال لي خاي سي مورا انا راه الله بديت الاي كوميرس شنو بديت كندير قلت ليه جا خاي ندخل انا وياك وراك كانت التجاره فيها شي لا كيما زعما حمزه واخر حاجه قال لي حمزه هي اش بان لك اخي السيمو في التجاره الفاشله فاش يجي شي واحد يقول راه اي حاجه كنركبوا فيها كتصدق لا دروب شيبين ما خدمش نقولوا ما تخدمش لينا في داك في هذيك كيفاش الموديول اللي بغينا نديرو ما خدمش لينا اوكي بحال هكا ولكن في نفس الوقت كنت لا حنا كنا تنقولوا الموديول ديال براند كذا ما خدمش لينا ولكن تعلمنا منه تعلمنا باش نخدم شي باش بداو كبار مثلا ولا شنو لا كانوا بزاف لي فاريابل فهمتي بحال الترافيك واخا كاك الترافيك ما كناش نعطيك الترافيك ما كناش حاكمينه مزيان اوكي العقليه سي بي اي هذه ربما هي اللي العقليه سي بي اي كتري لي حاجه دائما تيقول ايدي حيت يقول لهم راه ما يمكنش ابليكي عقليه سي بي اي لاي كوميرس هذا واحد الشعب لا دين لهم شكرا لا راه ماشي قال الحقيقه عشان صاحبي لكم عرفت نقول ليه شوف راه لا ديرون اي دومين هما صحاب السي بي اي فهمتي ولكن في الاخر يا صحاب السي بي اي كيفهموا الحاجه كترون تيحكموها تيسكيلي وعندهم هما العقليه ديال خاصنا هادشي نشوفوا لا فان ديالو كي داير هادشي اللي كنتو باغي ديروا الاول كنتو باغي تشوفوا لا فان الاي كوميرس كنا بغينا نديرو دروب شيبين دروب شيبين ولكن في نفس الوقت سيمو كان هو ويحيى جربوا هما كان دروب شيبين الاول ولكن في نفس الوقت داروا السيت وجربوا الخارج كيبيعوا ما كان في داروا السيت شوبيفاي كان بالعربيه ولونساو الترافيك كنشوف لي كومونت كتسمع ديك طين 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 ديال شوبيفاي ولكن ما كاين لا لا يقدرش يصيفطو من الجين ولا بيمون لا والو عطل صافي هذه الفكره ديال الخليج قلت شنو انا كان عندي واحد صاحبي في كندا جا ولا خدام في دبي شركه كبيره خدام في دبي فحال جلوفو فحال دوك لي زابليكاسيون ما عرفتش مشات لي سميتو هانجر ستيشن وقيلا ولا هذا وكنسلم عليه من هنا ما عرفتش يشوفني ولا لا جاهز ها؟ جاهز ما عرفتش قال هانجر ستيشن
قال لي قلت لها شنو كنديروا داك الشيء لي كومونس هذا عندنا مشكل واش عارف كاين عندنا مشكل ديال عرفتي عارف خارج السي او دي كيفاش نديروا ليه السي او دي و خاصنا شي شركه في الخارج قلنا الشيبين والسي او دي قلنا ليها الشيبين والسي او دي قال لي هاهي كاينه هاد الشركه فيتش في البلان اخذت الكونتاكت عطيتو للدراري قلت لها هو سميتو عيطوا لهم هما تخيطوا عيطوا لهم وصافي سيناو سيناو اخي هادشي تيعجبني فراقه اخي ليومين هاد الصوت ماشي داك الصوت اللي كيشد عنده الحاجه هكذا ديك اللعبه ديال عندك هاك عند هاك اخويا صافي كتبارطاجي المعلومه هو كنت ما تنقول ليه بان ما تيبغيش يبان ولكن راه الصوت راه اوبن زعما لو وقفتي عليه تسولو تقول ليه ما يخبي عليك والو فهمتي يعطيك الاخر ديال الاخر قال الله يكون راجل هذه تعلمتها زعما تعلمتها انا ملي كنت في تايلاند في لي زيفينمون اللي كنت كنمشي ندير لي زاب كيجيو امريكاني كيجيو يدير هذه وهذه واحد كيضرب 50000 دولار في النهار هذا من لابليكاسيون كيجي كيوريني كلشي انا ما كنتش كنطيق انا فهمتي كيجيني تيوري كلشي فهمتي باش كيوري كلشي والله الا انت مشكل عندنا شي واحد وراك كلشي كلشي باش تيق المغرب كيعلمك شي فيدخلني للكراج شي تفريشه شي ستاسيونير هادشي برش ليا صافي بحال هكا تعلمت ما نقولش لي انا كنت على كاع ولكن صافي كنت كلشي كلشي وتعلمت هذيك دو مور فاليو لي كيف دو مور فاليو السكرت هذا راه ماشي وعدي انا ما كنعرفش بالسكرت شحال لا والله لا والله السكرت والله ديال البارتنر القيم واحد مشى دابا ولات الفكره ديال انا ما نتشارك مع احد لا لا والله الا كانوا الدراري لا حنا ما كان عندنا مشكل وقع في هذه شنو كنا صافي تما بدات الخدمه بدات الخدمه في خليج انت بديتي مع فيتشر واحد بديتي مع فيتشر يحيى حتى هو بديت مع فيتشر يحيى يحيى سبقني ايه شنو دار يحيى شرا السلعه من الشينوا وصيفطها للواير هاوس ديال فيتشر انت نفس الحاجه وقال دزو وصافي بديتو بجوجكم واحد خدام في البروجي ديالو وبعتو جا واحد الوقيته وقال ثلاث شهور يحيى كان في الطيران في ديك الوقيته جا عندي قال لي راه محتاجك من غير داك العيب ديال الكونت بونكير قال لي باش يجيب لي حينا الكونت بونكير قال لي راه كاين قال لي راه غنحتاجك باش تخدم معايا قلت له انا ما شنو وريني فاش محتاجني محتاجنيش هو بدا يجي لي واحد هكا عندي واحد السبوره في داك البيرو ديالي وبدا يكتب طاح طاح السبوره خصنا نديرو الكونفيرماسيون هاد ليفريزون هاد لي كوموند هاد الانترنيت هاد الكومبين هاد الترافيك ما كنتيش لهم البيرو ديالك البيرو ديالك كان البيرو ديالي هي شومبرا في الدار ديالي فيها سبوره وطابله بحال هادي وي بلان صافي ومره كيجي شي واحد كيعطي كرسي كنزيد كرسي كنجيبو من تحت صافي هذا هو البيرو والبيرو المشترك فين كان في واحد الريسبسيون ديال لوطيل كنا قابلين لوطيل وحق ربي الا خاصنا نرجعو نخلصو صور واحد لوطيل اوتيل 5 ستار ما عمرهم مساكين دووا معانا ماشي على حنا اصلا ولاد الحومه لدرجه تيقولوا هادو جاولنا صور ان داك لوطيل تنريحو في الريسبسيون ديالو كنريحو في ماشي الريسبسيون اي كوان بغينا كنريحو فيه ناخذو الانترنت ديالهم وما كنكونسوميوش الا شقات لنا الا فينا ما ناكلو كنكونسوميو ومشينا ملي جا حمزه راه ملي كنستعملوا داك البيزنس بيزنس سنتر بيزنس سنتر تنستعملوا بيسياتهم والانترنت ديالهم والكراسي ديالهم وكلشي وتصور ما عمرنا خلصنا ولا دولار عاد يقولوا الدراري راه الفضل ديال الطيرون كبير احنا مره درنا فيه لايف واحد المره دشي واحد اللايف اول انت قلتي انا وياك قلبوا الدراري في يوتيوب لقاو شحال هذه شوفي كنا اول لايف اول انترفيو انترفيو لا 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 انترفيو دابا قلت الكاميرا وهذا اول انترفيو قديم عرفتي ديك الساعه اللي شافونا اخي راه كنا دابا فرق كبير انا دير غوسيرش يوتيوب لقاو في داك لوطيل هذاك لوطيل كان بحال اللي قلتي انت عندك داركم وهذاك هو الاكستنشن ديال داركم تصور واحد النهار شنو هادي طرا المهم هذا الدار والوطيل حيط فهمتي كتخرج من الكاميرا كتزول زعما كتسلت لا بيسين دونك لا لا ما مازال في الاخر ولات مخلص لهم لاصال حتى هو مخلص لهم لاصال حتى عقوبية انت حتى لا 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 انا مشيت من النهار الاول خلصت لهم لاصال تصور واحد النهار شنو هادي طرا جات واحد المناجر جديده لداك لوطيل وانا مريح مع الفاميلا تايلانديه لحقاش ديك الساعه درنا الفاميلا تمايا مريح مع الفاميلا تايلانديين كلشي هي هذيك جا واحد قال لها هادوك راه محال واش مخلصين ومريحين انت ياك وحنا راه مخلصين لان فهمتي راه عقل على البرانش اللي كان من الحد للحد اي
وجات قالتها لواحد قالت لي سير دوي مع هذاك قال لها شفتي هذاك واخا ما يكونش مخلص ما كاينش لا دي دوي معاه انا نقول لك من الاخر والسلام عليكم ورحمه الله وجا هو يقول لي قال لي شوف راه ديك السيده ما عرفت راه الله جات جديده مناجره وراه سولات عليك وكذا كذا كذا وقلنا لها شوف هذاك السيد راه مخلص وير ايفيتي قالت لي وراه كنشوفو كيجي لاصال ولا جا لاصال يدخل غير لاصال ما يمشيش يريح في الكراسه ليها قال لها لا خليه يريح كنا في الحومه لا لان اخي راك راه هذا الشيء اللي كنعيشوا راه نتيجه ديال واحد الفرنسيه من عندكم عقلتي كانت جات للحومه جات باغا تمانج لوطيل وبغات تمانج لوطيل تقول لهم قطعوا الاذان ايوا راه هاك القصه باش جات قالت الاذان مجهد قلت لهم الاذان مجهد عرفتي العقليه الفرنسيه جات للطيرون قال لهم الاذان مجهد خصو يوقف عقلتي وجاو ما يسدوا لوطيل المسلمين جاو ما يديروا لها مداره ما يجيو يقول ليه تم اقاله تم اقاله المديره وسمحوا لينا وكنعتذروا لكم ودعموا المسجد قلت لهم كيدعوا كل جمعه كيجيب واحد لونفروكير كل جمعه ولاو كيجيو لذاك الجامع تيمدوا ليه فلوس وصافي فهمتي هو ديك المديره دابا هما دوك الطيرون دين سمارت قالوا دابا راه يمشي دويتي مع هذاك مسلم واللي مريحين معاه مسلمين وكذا بقات سكيلي تلقاو اللوطيل مسدود حنا صراحه ما كناش قاصديناك ولكن صراحه كانت اجواء زوين وكاع واخا ملي خلصنا ملي جينا تسحبنا انت اوطيل في 5 ايطوال عرفتي خلصت كتخلص انا والعائله ديالي 10000 باط هي 300 دولار بست شهور عندك اكسل بيسين هذا ست شهور تولنا والكيدز كلوب والبيزنس سنتر وهذا سمعنا لا انا من ورا كانوا حاسبين لي 2900 باط للشهر اي انت اختي سميت لك 2900 للشهر ولا اختي 6 شهور كتخلص 10000 ولا 11000 المهم كانوا ولكن مزيانه كانت الحياه صراحه سيرتو عاد تشوف شحال كتدخل بارابور شحال كتخسر ديك اللحظه ديال كتخسر فرحان فهمتيتي كتخسر فلوس وفرحان زعما ما كتحسش راسك مقولب زعما خير اخي يا ديك جينا انا ويحيى قال لي جا عندك جا عندي وراني سميتو الخدمه كيبان لي خدمه كثيره قلت ليه هدا عليا خصك زعما شي وانت انا شفت فرا مشى قلت ليه بان لي الخدمه وقلت صافي انا بان لي زعما نكون عندي شي رول في داك البروجي زعما بان لي دي بوزيسيون نقدر نشد هنا واحد جوج هذا صافي تما بدات المغامره 2017 قنعتيني من الاخر 2016 2017 بدينا الايكوميرس في الخليج اوكي نشريو السلعه من هذا ندبروا كيفاش ندخلوها للسعوديه وللخليج نديروا الاشهار في وكانت شي سلعه كتدخل شي سلعه كتشد بيان سور هذه الجانب العام ديما نبغي في اللايفات الجانب الزوين والجانب الخايب حتى هو باش ما يمشيش شي واحد على قش دابا شحال من واحد تيصيفط ليا خويا السيم وعافاك حصله لي السلعه بالديوان عادي حتى حنا دوزناش لا تيقول لك راه انا ما بغيتش نمشي نخدم مع يحيى تجدد لي السلعه بالديوان لا حاجه حتى حنا راه كنا بحال هكا روفيكس عادي شي سلعه حصلت لكم اخاي كان عاقل التجربه ديالكم نتوما مع التينتي مع التينتي كاين 70000 دولار وكانت بغاش افضل هادو عاق عليهم غيكون شي حوايج اخرين ما عاقلت عليهم وي هاد السلعه حصلت وريكوفريتو هاد الشيء لا مشات كما قلت الباح الثمن باش كترجع الله الشيء وترجعها ثاني مره اخرى انا كنت اصحابنا هذا هو الغباء ديالي كان كيصحابنا هادي نهزها من الله الشيء للرياض الى طرا شي مشكله نزا من الرياض عاوتاني رد الله الشيء ما يقول لي لا اشري راه خمسة المرات الثمن ديال الشيء الا بغيت نقولها راه نقول شي حاجه ماشي هو باش كتردها كملي بدينا كما قلت لك لقيت ان رول في هذا البروجي هذا وتوكلنا على الله وبدينا عاوتاني وصلنا لواحد النيفو الحمد لله كتدخل فلوس عايش في الطالون وكلشي كتقول عاوتاني صافي وصلت وصلنا فهمتي 16 الاخر هذا واقيله فهمتي مابقاش داك 16 الاخر وصلنا صافي الحمد لله كلشي غادي مشينا لدبي وكيقول لي شحال هادي مصدعني على دبي وانا مسافر فهمتي لوروب دايره كامله امريكان كندا وقيله دبي فهمتي كلشي هذا داك الشيء فهمتي ديك الهضره اللي كيقولوا في لوروب داك الشيء راه فيك اصاحبي ها العمارات داك الشيء ماشي فهمتي مشيت المره الاولى قلت هذه احسن مدينه مشيت لها حياتي جا عندي واحد الصباح قال لي يا خي يحيى قلت لي نعم قال لي هذه احسن مدينه شفتها في حياتي قلت له كان كيبرزتيني بكندا وامريكا شي كندا امريكا مشينا للجابون هذا فهمتي مشينا لدبي زاد احسن صافي قلت صافي نبوجيك هنايا
صافي خدم الجابون تجبتي الجابون الجابون كان عطله فهمتي خطافات طك طك ما عرفتيش ما يمكنش يعاود يقول لي راه كاين واحد التور حتى هو تما كنا درنا ما قليناش ملي كتكون بازي في الطيرون كديكوفري ساوث ايست ايجا صافي صافي تما خدامين صافي خدامين بخير هذا بيان سور ابس اند داون كانوا بزاف داونز بزاف بحال 2018 ما كانش عام مزيان اوكي حيت بصراحه دخلنا الفلوس وشنو هي سميتو ترخينا كود ليزي ترخينا صافي فلوس داخله واش داكشي ديال فلوس كتخرج من هنا وكتدخل من هنا وبيان سور تما ديال هذيك القيصه ما كتعرف لا كي بي اي ديك تسحب لك ديك كوست كونفيرميشن كونفيرميشن ريت ايرن بير ديليفر داكشي اللي كيهضر عليه يحيى دابا احنا براسنا ما كناش عارفين في ديك القيصه داخله فلوس خارجه من الادز داخله في السي او دي صافي الفرق هو الربح صافي ما كاين اللي بقى يجيب هو اللي بقى يمشي فلوس انت مدخل فهمتي كتنقص نقص ما كتحش حتى كتضرب فهمتي الطيحه كانت في الدقه صافي عاودنا شفنا داك الشيء كان صاحبي يوسف واحد صاحبي بلال من كندا حتى هو هو اللي جا يوسف اخايش كيدير يوسف كونسلتون في ديلوات هو المهم تيهضر معايا في بيزنس لا راه لا عارفو عارفو شكون ولا كيفاش كنقول لها المشاكل هذا هذا قال لي شنو شوف هذا لا جيت نسولك يوسف اش كيدير انا تنعرفو نسولك واحد يمكن واحد صاحبي يوسف كونسلتون في بيزنس كونسلتين في ديلوات الشركه كونسلتين عاوننا واحد جوج ثلاثه هذا وكاين واحد اللي عاوننا اكثر شحال كيديروا كونسلتين قد ديلوات شي واحد اللي مشى قصدهم 3000 اور نهار ولا شي حاجه بحال هكا بسواش 800 اورو سمعنا الساعه هذا على الكونسلتون زعما وانتم كنتوا فابور خيرا كتشير 20 خلص عليه قهوه وقام شي قهوه دي في الارغان والمخلاف في سميتو السوس مزيان على حق اللي صرا شحال من حاجه تكون عندنا عندها لاكسي ومن الناس ما كيقيموهاش وانا براسي انا اول مره مشيت لاكادير وعطاني المخلا وهذاك اتاي والزيت وداك الشيء كنت نصطى عاودنا اخي العام اللي ورا من 2018 كملات مزيان ما كملاتش واحد الدري عاوتاني اللي عاوننا بزاف ديال مع الكي بي اي ودوك النمبرز اللي دابا كنعلمو كنعلمو كنهضروا عليهم في داك الكوست هذه كل ديتاي ديال ديتاي هو بلال من كندا هذا شنو هذا الدري ماشي صاحبي كعرفتو في الاول ديال 2015 وبقيت كونتاكت معاه كنهضر كيبارطاجي معايا كنوريه هذا قلت له شوف اجي المغرب فهمتي كنفسر لي المشاكل اللي عندنا هو من كندا كيقول لي دير هادي قلت لي اجي المغرب خلص عليك الطياره صافي جا هو اللي فسر لنا هادشي كامل الكوست هذا صافي ودا عرفتها ايوا كندي باكستاني زعما ماشي شي صحبه شي 10 ودابا باقي سميتو ها عاوتاني فحال والو يجي في الشهور الجايين والله خيل العالم زوين فهمتي هاد النيتوركين ديال ايوا والنيتوركين زعما في الدومين راه بتكيش اهم حاجه شي حاجه اللي كتبدل الحياه زعما شي حاجه 5 دقائق هضره ديال 5 دقائق في 3 ايام تقدر تبدل التراجي ديال البيزنس ديالك ولا حياتك ولا هذا بحال هاد الكونيسونس هاد صافي اطر شد الحاجه وما تخباش عندك راه 2014 مشيت بوحدي 2015 مشيتي معايا 2016 راه جبنا جيج سنغافور لا 2016 راه كاين في اوانيت كنت اخي مروان في الطاويله راه واحد 6 ديال الطبلات عامرين بالمغاربه والمصريين حتى هما صافي اجي تي يا خو اجي استفدنا حنا انت تستافد زر اجي اخي ولكن المردوديه ديال اخي انا كنحس بها في حياتي ولله الحمد شوف كاع داك الدراري اللي كتقول لهم شي حاجه وكيمشي كيستافدوا والله الا تيبقاو تيكملوا لك الاحترام بشكل ما وتوقف عليهم تلقاو لا سي سيغ سي سيغ الامثله الريزو ديالنا مع المغاربه شوف شحال هادي شنو كنا جوج دابا مع شحال 200 الله يتشكينا خير صافي 2018 كما قلت لك 2019 قررت رجع للمغرب اوكي ولكن صافي ملي طحتوا على الكي بي ايز وكذا صافي البيزنس بوم مزيان ولكن قلت انا خصني نرجع للمغرب ونوقف انا مع يحيى مابقاش ديك اللعيبه ديال جيري كلشي ماشي جيري زعما انت في تايلاند قال لا خصنا نوقف على الشغل ديالي من 2013 19 تايلاند 2000 ديسمبر 2012 لجوان 2019 بيان سور شحال غير 6 سنين نقول انا بالنسبه لي 6 سنين حتى كتحيد 3 شهور كدوزهم رمضان المغرب هذه كتسافر سنين في تايلاند جيت انا شنو قلت انا قلت غندوز على المغرب اكادير نشوف البيزنس هذا بانت لي اكادير جبتني هذا نبقى سينو نكمل كندا نعيش في كندا نرجع لكندا اوكي
صافي بقينا في اكادير من 2019 ودابا رجعنا للمغرب. ويلكم 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 باك اخي، مرحبا بك اخي راقي في البلاد ديالك. ملي رجعنا شنو، ملي رجعنا لاكادير عرفتي يحيى كنت تعلم ديما الدراري اي كوميرس هذا في الحاجه كلشي، علمنا الدراري كيفاش يديروا الاي كوميرس، وجات اوتوماتيكمون ديك ديك الناس عندهم كان عندهم دي بيزوان، كتعلموا كيفاش يديروا الاي كوميرس في الخليج، ولا خصهم كول سنتر، خصهم شركات اللي كان اي شركه كنصيفطوا لهم، مش كنصيفطهم الفيتشر ولا هذه ولا هذا، كيتكبوا عليهم 100 200 300 ايميل كيقول لك حنا ما بغيناش هذا الشيء، ما بغيناش هذا الشيء، قال لك جيري جيري مانجير مان كيرجعوهم. شو كيف خصنا واحد البوزيسيون اللي حنا ولينا في الوسط ما بين الشركات ديال ادل لي سيرفيس و سنيتو. الشركات في الاخر انا باقي عاقل، قال لك الشركات راه معنا مغربي تيشدوا معايا واحد الاكونت مانجر راه كتعرفوا عامر، قال لي الشريف راه نتوما راه تصيفطوا لنا بنادم عنده كومون جوج خمسه، واش انت احمق؟ واش حنا شركه غادي نبقاو نهندلي واحد عنده واحد واحد عنده جوج واحد عنده خمسه؟ ما بغاوش. ففي الاخر اتصلوا بينا قال لك ما تصيفطوش لي باقي الوقت. ما تصيفطوش ما تصيفطوش. قال لك صافي ما تصيفطش لي معلومه. ماشي كاع نقولوا الشركات شنو عارف بحال السوشيال ديال الكول سنتر رجعت فيهم اللعنه ديال ما تصيفطوش لنا باقي الغا. كول سنتر ها كول سنتر اللوجيسيال ديال الكول سنتر باش داروا فايت فلو ها اللوجيسيال باش تجي الكول سنتر صيفطنا لهم المغاربه قال لك لا هادشي بزاف ما فهمتي. راه وصلنا واحد الوقت زعما ماشي اوتوماتيك ناتوريلمون ولينا لقينا راسنا حنا في الوسط ما بين الناس لي اي كوميرسون والشركات اللي في الخارج. الوغ بدينا نعاونهم في كول سنتر فدخل السلعه فتشري السلعه بعدا جوج تشري السلعه بدينا نكارونتيو الفلوس للناس زعما انهم يشريو السلعه كيشريو اوتوماتيكمون من عندنا وحنا كنلقاو السورسين هذا حيدنا منه الكول سنتر الشيبين الفولفيلمنت وبيان سور الفلوس حنا كنضامنين الفلوس انك نقدروا نخلصوا الدراري اوكي. وفحال هكا تبدات لافونتور ديال كانت في الاول سميتها سي او دي ماستري ومن بعد دزنا ل 2020 2020 شهر جوج سيمو بدا يكونتاكتينا هو سيمو كان في تايلاند كورونا هذا حنا خدامين كورونا يلاه هي الانطلاقه فهمتي هي اللي جيم تشينجر بالنسبه لينا واي شركه ديال الاي كوميرس كونتاكتانا وكنقول ليه انا شحال قلت ليه خاص سيمو راه انت كتهضر هنا وهنا ما كاينش زعما راه ما كاينش there is no way زعما راه نتلاقاو في شي بلاصه هاد البيزنس هادو البيزنس كنتلاقاو 2019 تيقول لي شتا الصاب راه انت كتعوم غير حدانا وحنا كنعوموا حداك وراه غادي تجي شي نهار غادي نتلاقاو شي بلاصه تيقول لي صافي سير الله غادي نتلاقاو شي بلاصه فاش تلاقينا السيمو كيقول لنا الدراري هذا الشيء اللي درتو اوكي مزيان وكل شيء وانا باغي سميتو شوفوا كيفاش نديرو باش نخدموا اونصومبل هو شنو ودونك قلت حنا كنشدو لي سيرفيس حنا اوني انترميديير فهمتي كنخدموا مع شركات اخرين وهذا وكان اوت سورسيو السيرفيس لشركات اخرين هو سيمو كان ديجا امبليمونتي في الخليج عنده لي وير هاوس عنده لي كونتاكت عنده بزاف د الحاجات قلنا اجي نجمعوا كلشي ندير واحد الميرجر ونجمعوا هادشي كامل وهادي باش تولات شركه سي او دي نيتورك وتما ودي المغامره جورني اخرى بدات عاوتاني كنقولوا البارحة خايم ورا ما سالينيش تلقى شحال من كومونتير بزاف شنو هي السي او دي نيتورك غير سالني براسك قال لك كيفاش كتكتب هذا السي او دي نيتورك اوكي حنا تصدمنا صح السي او دي نيتورك يعني كادي تكتب باينه من سي او دي الوغ سيت انترنت سي او دي بوان نيتورك نيتورك بحال ريزو في لونجلي ان او تي دبليو او ار الوغ سي او دي بزاف الناس كيتسحبوها لا سي او دي كاش اون ديليفري هذا بالنسبه لينا 2020 2021 ماشي كاش اون ديليفري اتس كوميرس اون ديماند اوكي انا غادي الشركه باش دارت دابا الحمد لله نقولوا كلشي غادي نقولوا بيان سور ابس اند داون ولكن كان اول مره في حياتي كنحس انا كنبني شركه بفاليو ماشي فاليو بشحال مقيوم ولكن فاليو للناس هذيك تخدم على راسك على تدخل الفلوس لراسك ولكن دابا كان الحلم ديالي شحال هادي بيان سور ملي تعلمنا في اوا ودرنا اي كوميرس كلشي واخا كدير فلوس اي كوميرس قلت شنو هو النكست ستيب زعما شنو هو النكست ستيب حيت النفس ديما كتبغي شي حاجه ماكثر النكست ستيب هي تبني شركه عندها فالور كتوفر فاليو وعندها فالور زعما تقدر تكون عندها فالور زعما ديال اكزيت وورد ريزي ولا هذا اوكي زعما كتبني شي حاجه الحمد لله دابا الشركه في عام دفعت 370 دولار ديال
$72 ديال 72 مليون دولار ديال في السي او دي 2021. شحال من موظف في المغرب؟ في موظف دابا كاين يحيى 80 في 120 في المغرب. اكثر من 120 كاملين دابا في اكادير. اكثر من 120 حنا عندنا البيرو دابا في سربي كاين كول سنتر، كاين البيرو ديالنا ديال الاوبريشن، وكاين 60 في الخليج، اوكي في السعوديه في الكويت. بالرجوله استاذ ما تبانش لك السبور؟ لا كتبان لي السبور. معك كتبت لي النمبرز معك، نسول يحيى قبل اللايف قال لي قول لي شحال من موظف كاين، قلت له قال لي يحيى اكثر من 120. كتبت لي 120 بلاص وما فهمت ليه. كول سنتر كما كنشوفو ما حاسبهمش. لا اخي سيمو بالمناسبه راه ما كنشوفش الموظفين. دابا كاين شي ناس غادي تلاقاو معاه في الدروج اما ما كيعرفوه ما كيعرفهم. لا ولا ماشي حيت ماشي زعما ما عارفهمش، كاين شي ناس كيجيو جداد اوكي، وكاين شي ناس ما كيخدموش في نفس الديبارتمون. بعض المرات كنجي كندخل وكان سميتو واش كاين. الحمد لله كبرات زعما ما تقدرش عارفهم. خصك تعرف كل شيء زعما بالوقت. ندوز اكثر من 120 في المغرب في الخليج. عندي لك دابا في الدومين ديالك اللي انت ستراكتور، كي داير ستراكتور اخي ديال الشركه ديالكم، كي داير ستراكتور فيها؟ واه حنا كنقسموا الشركات لدي دي هاب اوكي، كاين السي او دي نيتورك، هذه التسميه هذه هي الهولدين كومباني مسجله في الامارات اوكي. كاين الفري زون شركه، وكاين ميلاند حتى هي، كاين شركات حتى هي السي او دي نيتورك بالعربيه في السعوديه، كاين شركه في الكويت، هذو كاملين شركات كنملكهم. هذو لي هاب اوبريشنال هاب والهولدين هاب ديال الامارات اوكي. ابخي كاين دابا الهولدين هاب هي ديك اللي في الامارات كتعاوني هذاك الشيء، كتعاوني داك الشيء، هي كتعاوني الاي بي الماركه الدومين كل شيء والتسجيل ديال الماركه وهذا كل شيء، هذه في الشركه ديال الامارات. ابخي عندك اوبريشن هاب في السعوديه هذيك ديال الفيلمات وداك الشيء الانجليزي، والانجليزي هي الفاينانس هاب تما فين كتفرق الفلوس، كيتجمع الفلوس وكيتفرق السي او ديال الناس كاملين بلا. وشنو والمغرب كاين حتى الاوبريشن هاب ديال المغرب، هو ديال الستاف وديال الاوبريشن ديال شارجي دو كليون الكول سنتر كونطابل اوكي. بيان سور هادي نقولها اونتر بارونتيز، بغيت زعما هادشي كامل راه امبوسيبل دير شي شركه بحال هكا بلا الناس اللي يخدموا معاك اوكي ويعاونوك باش دير الشركه. راه كنشوف بزاف الناس هنا في المغرب كنقول لك في يوتيوب راه كيدير اي كوميرس ولا مالك الاي كوميرس ولا مالك السي او دي ولا هذا، وما عمرنا ما شفنا لا وير هاوس لا خدامه لا هذا لا بيرو لا بيرو لا والو. وسميتو ما يمكنش دير اوردر بلا خدامه، ما يمكنش هذا. بيان سور في المغرب زعما كدير اوردر كلشي، ورينا انك هزيتي الاوردر وعطيتي للشركه الشاح ولا ديفيتي لا ما يحتاج شي وري. دابا مثلا تيجي شي خونا تيقول لك انا كندير، تقول لي مزيان معايا انا شريك، تقول لك مع الشركه الفلانيه، انت الشركه الفلانيه خدامين فيها 20، كتقول لها الو فلان تيدير عندكم شي حاجه؟ لا خويا كان تيجيب لنا واحد 30 كوموند ومريضه وفيها الروتور كثير وكذا كذا كذا. السوق محدود معروفين شكون هما الدراري اللي تيلعبوا فيه وشكون واحد فشحال تيلعب فهمتي. وشي اسئله انت اخي يحيى راه فطره لك واحد اللعيبه سولتي من السؤال ممكن تطلع لواحد تندير 1000 كوموند عاود تجربه ديال واحد السيد برستراقي قال لي نتلاقى بك في واحد لونتي في كازا، قال لي راه يلاه نشوف واحد السيد راه كيدير شي 500 كوموند في النهار في المغرب. قلنا لي نشوف واحد السيد نتصور معاه، مشينا اخي مشينا جلسنا والله الا جلسنا انا وياه 3 دقائق. قلت لي شحال كدير؟ قال لي 300 500 كوموند في النهار. ونقول لي مزيان. قلت لي شحال عندك في الكول سنتر؟ قال لي واحد جوج بنات. قلت راقي انا غادي الطوليت راجع، مشيت ما رجعتش. دابا هادشي ولا مين كيفاش تقول لي 300 كوموند ولا 500 كوموند بجوج بنات؟ يعني جنون هادشي جنون جنون والله خاصني ما رجعتش اليومين هذا باقي كيتسنى. وراه دابا شحال من واحد دابا شحال ما اخي عبد الحاج ما نقولش نجبدوها فهمتي. بالعكس انا هاد الدراري هذا ما دا بينا نقدوا ليه الصوره مع الهضره اللي تيقول مع الحقيقه. الصوت مع الصوره. انا قلت الصوت مع الصوره، انا قلت لك الصوت تيقول الشريف راه وحق الرب الا جيت تاكل اكبر عصا راه كدوي بالشد
راه ممكن غير دار الضريبه تقول لك شري فاش شحال قلتي اجي اخويا نتحاز معاك انا الا عطيني غير ليير ديال هادشي اللي قلت الطومين ديالك هو كذا انت اخويا جيتي في الكاتيجوري ديال كتربح 20% تقول لهم لا يقول لك واصا جبت لي اخويا لي فاكتور وجبت لي كلشي اجي نتحاز معاك بالحساب اللي كنتي مخبات له شي مشاكل تقول لي غير اجي نقدو لك الصوت مع الصوره هي اجي اللي قلت الدراري كيدوب شي حاجه ما فاهميناش تنقول لها اجي شحال عندك من موظف ثلاثه واش نتا تحمقني الف اوردر كيما راه جا ثلاثه د الناس راه ما يمكنش تقول لي لا راه تيتصلوا بالزربه تنقول تنقول ناري هذا جا تل 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 بارتي البارتي اللي تنفهموا فيها ويقول لي تيتصلوا بالزربه هذا السيمور هذاك حسبت هذا لي قلت له ودي هذه البنت الا غير مكالمه كتدير لي 5 دقائق راه عندك 12 في ساعه عندك 60 في النهار 60 ضرب في جبد 120 يجي يقول لي 120 100 كوموند بجوج البنات ادوز كتقول لي 300 بجوج بنات راه ما يمكنش وكما قلت لك واحد النقطه مهمه ملي كتمشي عند شيبين كامبوني كتقول ليه هذاك الغيسان كيعطيك 200 كوموم يقول لك والله الا كيجيب لي واحد جوج وكامل الزيت الغيسان كيعطيك غير الهضره الغيسان كيعطيك غير الهضره لا قلت لك زعما تعطيك غير الهضره هذيك الشيء اللي خاصك تقول لك هذاك كيعطي غير الهضره اي واحد اي واحد كيقول شوف السوق صغير السوق اي واحد بغى يفيريفي كيعيط للشركه سورتو في المغرب الواحد كيقول كيدير هنا وهنا عيط للشركه الشاحن ولا شي حاجه راقي راه اشكاليه ماشي فيك كيدوي راه مشكله انت راه كتقول الناس واحد الهضره ما صحيحهاش انا غنطلع كنجر معك كتجر ناس في الهضره انت ما كديرهاش راه ملي باش نقول لك انا 300 كوموند خصني اوموان ستوريا نصور لك واحد 10 د الناس في البيرو اوموان وراه راخي هادشي علاش شوف والله الا شتي عقلتي على كنت بين التيم ديال يوكان وكنت بين التيم ديال السوردينيتور هي لي هذا السبب لان اللي كيدوي بحال اللي بحال اللي قلتي ديك اللعبه ديال وما دابينا وما يوليو احسن منا لان تلقى مع من تخدم كتلقى بنادم كيدوي ماشي قد ماشي بنادم قد يتيك تدرا غير الهضره قد فمك تدرا الهضره كثيره شي سطح حنا راه تستيل نهار بين تيم شحال من ميساج الدراري حنا ما عمرنا كنا عارفين نتوما قداكم خاصني واش ملي قطعتك راه داك نعرف فاش دوزت ليك ستوريات غد لي جاو عندي البنات والدراري ديال لي زاك ماجر اللي كيهدو اللي كيديو مع الكليان قالوا ما جيا واش ستوريات واش نتوما قداك ويقول لهم هي قال لي واش حال غير واش غير يدي حيت ما كيقص بوحدو ومزيان بنادم يديري فيا من وراك على حقيته شحال من واحد تيمشي تيبان ليه شي خونه تما ما عمر عرفو راه خدام معانا تقول لي الشريف قول لي شحال خلصك باش تبان في داك الفيديو تيقول لي لا رانا خدام في ديك الشركه وايلاكر لا راني خدام عاد خونا تولي تيتيق تيقول اخويا هنا عمر السوق ترول فهمتي بنادم تيقول لك انا اللي حاكم السعودي في المغرب واخا شري شحال الفوليوم حنا عارفين فعند من شركه شيبين كدوز صافي في الاخر تقول خدام عاد اتصل لنا بخونا الو هاد الشريف هذا تيدوز عندك شي كومون اخويا تيدوز معنا لي كومون تنبيك ابيو من عنده مزيان شحال واحد 20 30 في النهار او ولكن راك عارف اخي شوف اخي انا تنقول خاصني نقول الامانه وكاينين الناس كيديروا 200 300 في النهار ساكتين ولكن عنده بيرو فيه 20 واحد 30 واحد نقول لك شوف في دهي عندنا في يوكان الناس كيديروا 500 كوموند في النهار اللهم بارك والله ما عمرهم كونتاكتوا السيبور حتى السيبور ما تيهضروش معاه فهمتي السيبور ما تيهضرش معاه فهمتي يعني بنادم تقول هاد الناس هادو راه هما اللي فاهمين شنو واقع دي نتورك كاين الدراري زعما كيبيعوا بزاف لي كوموند خدامين شحال هادي ما عمرهم ما توب كلاينت في السعودية نتورك سينما ما كنعرفوش ما معروفينش كاع وكاين اللي مازال ما بداش يدير لك بالبال يقول لك نسيني قول لي اخي انا نبقى نسولك الاسئله اللي توقعت نوجهك في الهضره شنو دابا واتس ذا فيجن دابا الفيجن ديال بون حنا حنا كنبنيو دابا لحد الان الله يحفظك اخي هاد الشجوني بزاف الميساج البارح شرح لهم السي او دو طونك شنو تدير بالضبط والعربيه اخي سيمو الله يحفظك حيت البارح تيجي تيقول لي شنو تدير السي او دو خلينا انا دكا لا اشرحها بالعربيه راكيش شنو تدير انا محتاج سيرفيس سي او دو دوت نيتورك شنو غتعطيوني نتوما الو سي او دي نتورك اوكي بلاتفورم كتوفر بزاف لي سيرفيس اوكي كتكونيكت البلاتفورم ديالك كتلقى بزاف لي سيرفيس شنو السيرفيس في الدول دابا باش تعاونك تبيع البرودوي ديالك في الدول الخليج دابا في دول الخليج اوكي عندك شي سلعه نعطيو مثال شي انت مغربي كتبيع قفاطن اييه مثلا بحال هكا مثلا قول لي انا كنبيع قفاطن كيجوني لي كوموند من السيت انترنت ديالي اوكي ولا من الباج انستغرام ديالي كلشي ولكن ما عرفتش كيفاش نوصلهم للقطار ولا للسعوديه ولا هذا اوكي
الوغ تكون قول لي خويا واش جبت لنا ديك السلعه ديالك نقولوا 100 قفطان مثلا نمشيو نحطوها انا كتهزهم عندهم من المغرب مع المغرب ونحطوها عندك عندنا في الوير هاوس ديالنا في السعوديه شاك اخويا كوموند جات كوموند من الانستغرام ديالك ولا من السيت انترنت ولا هذا كتصيفط كتجي من السيت انترنت مباشره للبلاتفورم ديالنا كتشوف جات كوموند كنشدو حنا الكول سنتر ديالنا كيعيط لديك لا كوموند يتاكد داك واش شي قفطان هذا بهذا الثمن هذا عافاك عطيني لادريس ديالك هذا كوموند فاليدات هي اللي كنقولوا كونت كونفيرمات كوموند كيجيو كن داك لو فلوير هاوس ديالنا كنجمعوا لا كوموند كنديروها في الباكيجين ديالنا وكل شيء هذا هو الفولفيلمنت هذا هو الفولفيلمنت اللي كيقول لها الفولفيلمنت جمع الكوموند حطها في البواطه هذا صيفطها كيجي الشيبين كيجي الليفرور كيهز لا كوموند كيوصلها لديك لادريس ملي كتوصل شنو الكليان كيخلص داك الليفرور كيجيب لينا الفلوس كيجيبو لكم نتوما اييه كيجيب لنا الفلوس لينا اييه فهمتي هاد الفلوس شنو كيجيو كنقصو الشيبين الفلفيلمات الكول سنتر وكنصيفطو لك فلوسك شحال البيريود الوقت كل سيمانه كتخلص يعني كتخلص كل سيمانه كل سيمانه كتخلص صافي دونك اي باش الناس يفهموا السعودي انا قلت لهم راه اشرح لكم انا اصلا ماشي الناس ديال السعودي هما اللي خصهم يزرعوا السؤال 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 البارح وصلنا بزاف شنو الفرق بين يوكان فين يو كان والسي او يو كان هي فين كتبني السيت انترنت السي او دي نتورك هي فين كدوز داك لا كوموند لوبيراسيون ديال لا كوموند يعني كيكملوا بعضياتهم حنا باك اند نتوما فرونت اند فوالا يو كان والسي او دي نو سيكملوا بعضياتهم بغيتي دير اي كوميرس ستور وخاصك دير شي بين كونفيرماسيون يو كان كتسهل عليك تقاد ستور تقاد المحل ديالك في الانترنت دابا في الانترنت خاصك المحل باش تقادو كتقادو في يو كان كتدخل جوج دقائق طاح مبروك عندك واحد القضية أخرى واحد القضية أخرى ما كنقول جمع الفلوس زعما الليفرور يقدر ياخذ فلوس كاش يبقى عنده لا ماشين يقدر ياخذ كارطة فهمت كاين الناس وما عندوش كاش يخلص بالكارطة بالنسبة بزاف الناس يصورون إذا على شحال هو المينيموم ديال الفلوس باش تصيفطو يعني تصيفطو مرة في السيمانة ولكن شحال هو المينيموم واش كاين شي مينيموم لا دابا اللي جمع اللي جمع اللي جمع اللي جمع مثلا جمع 14 دولار انا لا لا كاين واحد انا داوي السؤال شحال المينيموم 100 دولار هو المينيموم هو 80 دولار 80 لان تقريبا في الخليج اقل كميه هو اوردر زعما اوردر لا لا دابا جمع لي ما بين الافيليت شي افيليت الا ضرب 14 دولار تصيفط عليه لا شحال هو الافيليت افيليت 100 دولار 100 دولار دابا دخلتو لنا الافيليت لا لا بجوج لان شوف ما يمكنش بروسيس ليك ترانسفير بونكير ب 14 دولار واحد القضيه دابا راك واش تهضر على الافيليت لا لا هضرنا دابا على السيرفر واش غتهضر على الافيليت باش نخليه حتى تهضر عليه ولا نسولك دابا يمكن نجاوب على السؤال ديالو بالنسبه للسير مينيموم 50 دولار وصيفطوا لك فلوس حيت ديجا ما تنساش انا ديك باش نصيفط فلوسك انا كنخلص لك الفيز ماشي كتجيك 50 دولار تجيك 50 دولار ما تجيكش 50 ناقص الفيز ديال البنكه ديالك وهذا اوكي وبيان سور انت اللي كنتي زعما النصيحه انك اللي كنتي كتسنى ديك 50 دولار يو ار نوت ان ذا رايت بزنس زعما فهمتيني الا كنتي كتسنى 50 دولار هذا راه ماشي هذا هو البيزنس اللي الذي صوب حياتي شديتي هكا فقط دير بها الوغ شنو هذه السي او دي نتورك ديال السيرفيسز اوكي جينا شنو لقينا ان بزاف الناس اللي كيتبعونا كيتبعوا السيمو باغيين يبداو ولكن ما عندهمش البيدجيت وهذه نقولوا 90% ديال الناس انه ما عندوش فلوس يشري السلعه ما عندوش عنده شويه باش يدير الاشهار ولا نقولوا شي واحد عنده باج انستغرام فيها 100000 دابا غير شي ديال الاد واحد عنده الفلوس ما مسالش موظف اييه نقولوا ناخذ المثال ديال قفاطن شنو درنا الافيليت نيتورك شنو هاد الافيليت كاين قفاطن في السعوديه البيع موجودين وكاين ادخل ما عندوش فلوس ديال سميتو عندنا واحد الانفلونسوز دريه عندها شي 50000 هذا غادي الاشهار في لاباج ديال ستوريات واشهار وبوستات في الانستغرام ديالها اوكي هذوك القفاطن هذوك القفاطن وهي ما كدير بروموسيون ما شاريه ما هازه ما هذا جاها كتاخذ داك ليام من البلاتفورم كتحطوها مع الدريات اللي بغا يشري قفاطن ولا هذا هما سميتو كيجيو مبيعات دوك المبيعات هي ما كتشوف معها في البلاتفورم فهمتي ما هزه ما حاطه وكنخلصوها كوميسيون وكيدوزو من نفس البروسيس كيتكونفيرما وكيتفولفيلا وكيتشيبها كلشي على حسابهم ملي كيتليفرا كنعطيو كوميسيون نتا افيليات انك انت اللي جبتي المبيع برودوي ديليفرا هكا 20 دولار 25 دولار هو تيكون عارف الكوميسيون ديالو من الاول شحال هي الاول كيبان لك كيدخل ديك البلاتفورم كيشهر البرودوي اشحال كيخلصوني الا جبت لهم مبيعات ديليفرات ها الكوميسيون ديالي 25 دولار ها هما شحال هذا
خصني عن بوطون جوج بوطون نحطها في سميتو ناخذ ليا ونلوحو في يوتيوب ولا في انستغرام بس كاين الدراري كيديروا اشهار فيسبوك كاين اللي ما كيديرش نقولوا برودوي كوزميتيك دير ليه فيديو في يوتيوب كاين الناس ديال انستغرام وبحال هكا هذا بيان سو حلينا في الاول المشكل ديال الناس ديال اللي باغيين السيرفيس اي كوميرس دابا كندوزو المشكل ديال الناس اللي ما عندهمش بيدجي ولا ما باغيش يديروا اي كوميرس باغي افيلياسيون هي باغي يبدا بحال هكا وبيان سور في الفيوتشر يقدر يدخلوا داك الناس ما تدخلنيش في الصداع ما دا ما باغيش وكاين اللي ما عندوش بيدجي باغي اي يجمع راس المال باش يدوز الاي كوميرس راكي كاين بزاف تيسولوا بانه يدفعوا ولكن حتى واحد ما رد عليهم ولا تعطلنا بالجواب لا هي هو احسن واحد يجاوب على هذا السؤال اشنو خا يحيى الناس تيقول لك انا تيجيوني خويا السيم وراني دفعت وما 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 قبلتوني في لافيليات هذه تنسولي سؤال واحد تنقول له واش حطيتي لاكارت تيقول لك لا شوف الى الى في افيليياسيون الى في لافيليياسيون هو الى ما حطش الاي دي ديالو غيتلجيك انا يمكن شنو 90% لا يعني 90% من الناس اللي كانوا ريجيكتيو في الافيليت ما حطش الاي دي ديالو سواء لا كارت ولا باسبور انا يمكن شي واحد جا حط لي صوره ديال ميكي بلاصه الاي دي ها هو الا انا لقيت واحد حاط توريفيل تما صور توريفيل وحاطها تما انا ما كنعرفش خصنا على الاقل نعرف مع كان تعامل قلت ديك البورش البورش ايفل كان عنده في السيستم بان له وي فهمتيني كنا غنخلص مع مع غنتعامل حيت دابا تنقولوا ليه قالوا لنا اوبن اي واحد دفع تنكسبتو اي واحد دابا نيكست ستيب هي اي واحد دفع اي تاكسبتا اوتوماتيكمون دفع لاكارت ما دفعش لاكارت ولكن اي شوف لي زوفر كلشي ولكن ما يقدرش يعطيش بروفر ولا داكشي اللي ما داش لاكارت كاين دي زوفر بابليك ولا كاين كلشي مسدود من في الاول حاليا لا 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 تندوي على نيكست نيكست دابا حاليا حتى تيتابروف عاد يدخل حتى تيتابروف عاد يدخل عما قارب غيكونوا ليد كاين بابليك وكاين برايفت هاي يعني يعني انا عما قريبا نولي نسجل وندخل تسجل دخل غتلقى بدا الخدمه بدا الخدمه الا خصك لا كارت ناسيونال ديالك ولا شي حاجه تنكونتاكتو كونتاكتك نقول لك راه تبان لك تبان لك في الداشبورد خويا خصك دير لي طلع لك واحد النوتيفيكاسيون بالاحمر انك خاصك لا كارت ناسيونال خاصك الايميل ديالك ما فيريفيش ما حتديش الكونت بانكي ديالك بحال هكا علاش اخا يجي حيك تطلب لي لا كارت ناسيونال باش تصيفط لي الفيرومو يكون بنفس ديك السميه اللي فلاكا بيان سور دابا غدا ولا بعدو ما عرفتش من كنصيفط الفلوس او على الاقل ما عرفش انا الترانزاكسيون اللي من كنعطي الفلوس قدر هو غير جا كيبيض بيا مزيان بقاش غنقولوا 100% في المغرب عما قارب زعما هذيك بالضبط فؤاد ولكن قريب قريب نقول لك نقولوا اسابيع هادشي هادشي دابا قلنا حلينا المشكل ديال ديال السيرفر سيرفيسز دزنا ال الناس بسميتو بالافيلياسيون بيان سور فيزيون جايه ديال 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 الشركه هي بغينا نحلوا فينتك فينتك الشركه واحد السيكسيون فينتك اللي كتحل مشاكل ديال الفاينانس ديال ديال الناس اوكي هذه ما بغيتش نعطي الديتاي فيها اوكي ولكن تقريبا تقريبا نقولوا شنو غاد شنو هي الفينتك شنو غادير الناس غنقولوا فحال ترانسفير وايز مغربي ترانسفير وايز نديرو الناس اللي عندهم مشكل مع بايونير مع ترانسفير وايز حنا نديرو ترانسفير وايز ديالنا اوكي غيكون عندك هولدينغ كونت هولدينغ كونت اشنو زعما كونت في البنك كونت كونت بحال عندك كونت فيرتويال كارتا فيرتويال وصون سو كيفي كلشي كلشي في الداشبورد اكزاكتومون صيفطهم تيريهم كلشي هادشي في داشبورد وحده ديال السي او دي كتدخل السي او دي نيتورك عندك لي كارت عندك الفلوس ديالك تسحبهم هوم ترانسفير هوم سي لقي شي تيري هوم وهادي بيوند بيوند زعما ما كانش بيوند لوجيستيك اوكي انا كنفكر بفيجن اكبر اللي فوت من لوجيستيك زعما يعني انا نقدروا حنا نعاونوا الكومبيتيتور ديالنا يصيفطوا فلوس يصيفطوا فلوس مزيان لاكس مزيان اكزاكتلي هادي هي سميتو هادي هي الفيجن والطريق اللي شادين دابا ان شاء الله اللهم بارك قول لي اخي راك ترجع لك الاسئله اللي من بعد 40 عام اخي وباقي كتجبن واه شاب انا اخي عاقل عليك كنت كنشوفك شحال هادي ماشي بوغوس الصراحه ماشي بوغوس ماشي بوغوس بحال دابا وما وكنتي كبر من دابا كاك تكون دابا الناس تيزيدو في السن القدام وانت راجع لنا اللور انا بديت سميتو
بديت نقول لونطريمون في 2017 فهلا كنت عاقل شي ترانزيسيون كامله زعما ما بديتش صغير فهمت ما عمري ما درت كاع حتى شي رياضه ما نلعب كره ما انا مشيت نتريني بسبب كنت جاي قلت لي راه تلاقيت مع واحد الصاف راه طاق قال لي بدي تريني بيون قلت انا نمشي اي اي صافي الحمد لله بدينا تريني والحاجه الوحيده هي كل نهار زعما ما كنحبش وبيان سور شو دايت واخا ما مكانش وبيان سور فهاد لاج هذا ديال 40 عام وهذا خصك تكون تستعمل بعض المرات شنو نقول سوبليمنت 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 واخا انت بدينا 40 عام ما قالش قبلنا 40 عام راه ولا لا والله الا تندو معاك تندو معاك بصح لان انا كانوا عندي نفس التساؤلات كنت كنشوف شي ناس تي صغار وما تي ولا تيبقاو حاصلين في شي حاجه مده طويله ولكن الا عرفتي في تايلاند في تايلاند شي حاجه اللي شي حاجه اللي كتبان لك صعيبه ما كدارش زعما كتسمعها في التلفازه ولا في شي سبور ديال الكومبيتيسيون تقدر كديرها في تايلاند عادي فهمتي تقدر دير سايكل ديال اي جي اتش عادي زعما بحال غادي على صاله كلشي دابا خرقت لي بغيتك تقول فهمتي انا شحال من واحد انا نقول لك شوف مطيحش مع فنان ما نسمي حتى شي واحد تريح معاه وتنقول ليه الصاط يقول لي سبق لك جايز حنا ماشي دكتورز هذه التجربه ديالنا وهضره ديالنا فهمتي تجربتي الشخصيه تجربه الصاط والتجربه ديال الاخرين فهمتي عرفتي شنو هي فنان تنقول ليه شوف والله ما انا نعاود لك على تجربتي تعاود لي واش نقول عاود لي انت تقول لي اخي سيمو بالروج ولا ماشي ندويش في الهضره هذه وما عمري قلت لشي واحد راني المغنيين فنانين كدا واش سبق ليك تقول لي اه صراحه اخي سيم عاود لي شحال من صايب سبقيهاش سبق ليك استعملتي الاي جي اتش شنو هو الاي جي اتش غراد اه واش طو جاوبنا عربه جاوبنا اخي واش هو واش عرفوش انا فيديو عليا هادشي لا لا سير اخي انا السد اخي جي حي اخي لا لا اخي انت قولوا باش طرفي فوق يا خير اخي واتش انا ما نعطي بزاف الديتاي زعما ماشي طبيب كاين سميتو كاين في ملي كدير سبور ولا هذا تقدر تستعمل شي حاجه باش انهانس ليكسبيريونس ديالك ولا البادي ديالك واتش مين انهانس انهانس هي شنو تحفز الكور ديالك انه يدير شي حاجه تحسن من راسك كتحس كتهلا ف نقولوا زعما شي طوموبيل عاديه كدير لها الموطور ولا كتقول لي اخي وريلي بانت لك شي ريزولت انا بالنسبه لي ريزولت بلوس مونطال فهمتي بلوس مونطال لا اخي حنا بالنسبه لنا فيزيك لا 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 مراقب فيزيك صافا لانه ما تيحترم لا دايت لا والو فهمتي في الجروب ديالنا ديال الضرابه ولكن اخي انا شفت والله الا شفت ترانسفورماسيون في الوجه ديالو لا واش نقول لي فيزيك زعما تنشوفوها مونطار لداخل في عقلو ما يمكنناش نعرفوها ولكن بالنسبه لي مونطار كثار مونطار كثار حس براسك باقي زعما الايف فهمتي الايف اوير ما عرفتش انا قربت كما قلنا قربت ال 40 عام قربت ال 40 عام وحاس باش مازال نقدر ندير بزاف الحاجات كلشي ولكن كومباري شي واحد في لاج ديالي وكلشي حنا اكثريه الناس لا باقي كنقولوا على سميتو ستريس مهموم فهمتي ستريس ولعيبه ولكن داك بلاسبري ديال العش عندك ستريس كلشي ولكن كتجري بداك ليكسبري ديال شي 21 عام ولا بحال هكا فهمتيني هي لا ديفيرونس صافي زعما هادشي اللي كنقول انا دون طول حياتي كامله كن ديما كان عندي ليسبري ديال كيما الافونتور سافر جرب شي حاجه جديده هذا ما عنديش انا مشكل حتى انا اخي شي بحال هكا انا صراحه جيت اخي من ورا لوبيراسيون ملي كدرت لوبيراسيون في تايلاند الطبيب عطاني تو راك عارف تايلاند انا كنموج على تايلاند قال لي شوف الصاط تريح 45 يوم غادي تشد الركنه باش الجرحات ديالك يبرم كاين الادر وي 10 ايام تكون واقف على رجليك قلت ليه لا خلينا الصاط انا باغي نكون 45 يوم ونوقف على رجليا يبرم الجرحات كنتمشى يوميا وقال لي خاصك تمشى يوميا كنمشي كنتمشى تصور 10 ايام ودوك الجرحات ما بغاوش يتبدل فيهم ولا حاجه كنطلع لهم يوميا تنقول فاك صاحبي شنو هاد الربجه هادي شنو باش فهمتي ثلاثه ديال الجرحات ديال المصرانه الزيت اللي باش يفتحوا لي بقاو هما ماشي بانوا لي كيصغاروا بشويه حتى عرفتو تيعطوني الصداع هي هذيك رجعت عندو قلت له الصداع بالرجوله شوف لنا الطريق الاخرى قال لي انت الطريق الاخرى راه ساهله راه غير هاد البراجه كيفاش ديرها كيفاش الدكا كيفاش كذا الاي جي اتش انت ضرب لك هيروان ايو في النهار قليله فهمتي صافي مشيت ديك الليله باق نعست
نط عشان الصاب الجرحات بريسك خبرو ولكن ماشي نقولش انا زعما الايفيكت راه يقدر يكون بسيشيك على حقاش من بعد ما كتبقاش تشوف نفس الايفي اللي سميتو ولكن اهم حاجه ماشي الجرحات اللي بريسك خبرو اهم حاجه هو مابقاوش يضرون لان انا كان يدك تنضر بحال هكا بداتي مابقاوش كيضروني هما باقيين باينين صافا ولكن مابقاوش كيضروني ونقول الصاد هادشي كامل طرا 24 ساعه ونقول معلم كاين شي طب اخر من غير الطب البديل طب البديل تما خي بدات تما بدات التجربه تما بدات لا خي شوف الكونسيكونسز بزاف ممكن الواحد يجي تو كونسير ممكن حنا دابا ندوي على الجود سايد ولكن الباد سايد اسيميو اخيرا كنت درت بزاف ديال التيست ديال الكونسير قبل ما نبدا فهمتي باش نقولوا بصراحه عاد نورا قال لي انت بقات تستعملوا اتس اوكي ممكن قلت ليه راه عجبني ممكن نستعملوا ياك اخي كاين هذا الباد سايد كان عندك شي مرض هو كيديفلوبي كلشي تي ديفلوب الخايب والمزيان تفرقت ما بين الخدايا كان مزيان ولا شوف اخي كاين واحد التيست ديال تيقول لك واش ممكن يكون فيك الكانسر من هنا لخمس سنين الجايه حتى هو ضربته والتيست هذا شحال داير بقات شي 5000 دولار فهمتي تو بي اونست كيبقى الريسك او تيبقى الريسك فهمتي علاش انا باش نحطوا الواحد في هو سي طانش سي طانشوا كاين الريسك وكاين سميتو صافي قبل جانا كنت في سيتواسيون لي 35 عام ما عمرني مترينيت مع سميتو ما ام اوبن تو اني فهمتي اني ادفنتشرز عادي حنا ناشطين حنا ناشطين في الطيون زيد يلا زيد كمل وابخي وابخي كنت ضارب واحد الشهر في داك الشهر حسيت براسي راه واحد الشهر حسيت براسي من العقل ديالي انا بالنسبه لي عقل هو قول لي انا خيسي هو داك اللقطه باش اختي قلتي دابا انا لا هذيك ضربت واحد السايكل الاولاني 3 موا مزيان حس براسي بخير كدا مزيان قطعت عاوتاني 3 موا عاود رجعت استعملت واحد السايكل ديال 3 موا ومن وراها قلت فاكيت انا راه صافي ما باقيش نستعمل هذا الشيء وكدا ونسيت داك الشراجيل شي بريسك شي 9 شهور واحد النهار كنوض مع الصباح بعدا اصلا في ديك الوقيته كاين التدهور باش نجيو من الفكره فهمتي علاش لان بحال قلتي انت كنتي موالف واحد انهانس ما بقى ما بقى انهانس الاول رجعتي عادي اللي منفس هو واحد انا رجعتي عادي قال لي لا ما كاينش قوه خارقه والله الا شوف وبالعكس عندك الصحابه ديال الدك دابا تحس دابا راه تنقول لك انهانس لا خاص شهرين عاد تبدا واحد الشهر بعدا مينطالي هي واحد السيمانات بدا تحس ولكن المشكله انك عرفتي ملي كتكون غادي بشويه ما كتحسش بالفرق دابا حتى ملي بدات تطيح بشويه ما كتحسش بالفرق وواحد النهار ديك 9 شهور وانا كنطيح بشويه كنقول هاد الشهر ما عندي حتى معنى هاد الشهر غير كضيعت في رزقي وسرتو ايت كوست واحد النهار نمت مع الصباح عرفتي في قمه الديبرسيون ونقول الصاد اكبر كارثه درت في حياتي هو يوكان وهاد الناس اللي خدمت معايا امه ديال الناس والكارثه الثانيه هي السعودي نيتورك وامه ديال الناس وهادشي كامل في الاخر غادي يتقلب عليا وتنقول صاحبي انا علاش دخلت هاد الكوارث كاملين صاحبي علاش درت هاد الروينه كامله تصور داكشي اللي بنيتي انت ما بقيتيش هو انت وتنقول واه دفاك صاحبي راه درت اكبر ربشه في حياتي تورط ونقول عرفتي هير ديك اش كنسميوها تهيؤ لا كاينه واحد سيلف اورنيس واحد شي خونا تيكون رابط البال كترد البال كاين ديك الناس عندهم سيلف اورنيس كترد البال المتغير ونقول الصاط راه صافي مده ما استعملتش ونقول شوف باقي اللعيبه في الثلاجه نمشي نطرقها شنو باقي عندي شي لعيبه في الثلاجه غادي نمشي نخلط عرفتي واحد قرب اي شي يومين ثلاث ايام وانا نقول وات ذا فاك اصاحبي واش انا كنت غادي نسمح في هذه الشركه وغادي نجي عند الغيساني نقول لها ما بقيتش باغي هذا الشيء وغادي ندوز عندي زحيه ونقول ليه سمح لي ويبان لي عاوتاني داك الشيء صغير وانا نقول الصاط رجع ديال مو عاوتاني هذا الشيء ما كاين هذا ضرب عاجز يقول الصاط راه لا والقضيه فين اخي كانت تتبان لي واحد بقيت مريح في الطيون تنقول صاد ايلون ماسك سيرتو صاحبو تيجيك من الاخر سميت صاحبو صاحب ايلون ماسك هذاك 021 بيتر تي تيقول انا كنستعمل ايلون ماسك باين كيستعمل جيت بيزوس باين كيستعمل وقدر يستعمل شي حاجه اكثر انا مازال اخي باقي صغير صافي نمشي تنقول صاد انا نشوف دابا شنو تصنع ليا ما بين تنقول رب الجاج تاني ندير هذا الشيء كامل رغم ان كلشي غادي مزيان وما بين هنا خير العقل اش حاجه اخي خطير هاو شي تجربه ديالك اخي راك بيفور اند افتر
لا كيبان ليا الفرق انا سورتو في سميتو في بعض المرات الديبريسيون كتحس بالديبريسيون كثر ملي كتكون اوف هذا داك الشيء يلاه ساليتي شي سايكل ولا شي حاجه كتحس بالديبريسيون فهمتي انا بور مو بلوس مونطال فهمتي كتحس كما قلتي كتفيق مهموم كتقول واش كندير حياتي وشنو كدير كي كتسالي ولا بعد موت ما تسالي كتحس واحد انت تستعمل لي جي اج بوعدي بس دريتك واش المين ثينك يو هاد ومع شي حاجه المين تاع واحد حاجه صافي ماشي غوستا طافي اوكي كيف ات لايك ذا قول لي يا اخي شنو تنصح الدراري ماشي فاش لا ماشي فاش لا والله لا شاب مقاد لا لا اناليز لا روح لا شو قايز 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 شو كونسر محتمل في 5 سنين الجايه قلت لي كاين اكثر من 5 سنين قال لي لا قال لي كي كتبوا تيقولوا 30 عام بات انا اي ام يور فريند تنقول لك راه 5 سنين وسير دوز هاد لي تيست هادو كامل عرفتي راه صعب راه لي تيست راه كاين دي تيست مرات فهمتي ديال رجليك بوحدها المهم كل بارتي بوحدها باش يشوفوا شي ما كاينه شي لعيبه ماشي هذيك داكشي فهمتي ولكن اخي بالنسبه لي انا هادشي اللي دوز اكسبيريونس هي الله اول مره يسولني قال لي شنو كدير في السوت نتورك واش كيدير هذا السوت هي ما عمر اخي حيت انا كيسولوني الناس يقول لك صاحبكم شنو كيدير كيبان لهم غير مفطح والله انا قايل قايل في السوت نتورك لا السوت نتورك ديجا نتوما كتهضروا على الفلوس انا اللي كنشوف الفلوس انا اللي كنشوف في الكونت البونكير شحال انا اللي كنفرقهم نتوما عاك اسميتو عاك دويوا شحال انا اللي كنشوفو ديال الصح لا زعما انت اللي عندك ديريكت كونتاكت مع الفلوس شنو هي ديريكت كونتاكت فلوس ماشي زعما الاكسيل كونت بونكير ولكن سورتو الكومبلاينس عرفتي ملي كدير بزاف ترانزاكسيون بزاف كيكون عندك مشكل مع ترانسفير وايز مع بايونير مع البنكات منين من اين لك هذا تبقى جوستيفي لكن بزاف الخدمه ديال الكومبلاينس اوكي What mean compliance? Compliance هي تكون زي ما تراري اللي عنده شيء كلمة العربية. فنجي أنا تنحاول نجرسي من فهم تلعب. Compliance هي تكون on reg. وش أنت on reg. فهمتي؟ كيفاش structure ديال الشركة؟ كيفاش وحدة في المغرب وهذا كيفاش وحدة هذه وهنا شنو العلاقة؟ أنت مكلف بالقانون المالي الإداري. حلقة ديال المالية القانونية. ولكن في الفورم شي زعما في الشركه المغربيه ولا في هذه زعما في الاوبريشن ديال لا فيزيون ديال الشركه كامله ديال هذا الايكو سيستيم كامل اوكي بيان سور ملي كيكونوا افكار جداد وبروجيات جداد بحال ديال فينتك وهذا لكن كنقلب على لي بارتنر جداد كيفاش ستركتور هذا الشيء كيفاش تحط عاد كيجيو الدراري كيسيني اجي تدخل انت جي سين هاك عندك باك جراوند الفينانس واش مسلكه ولا ما مسلكاش انت اللي عندك باك جراوند على الفينانس لا ماشي على الفينانس اللي كتجي حياتي عارفه مسلكه ولا مسلكه الكونطابيليتي وداك الشيء يحيى حسن ولكن يقدر يجي عندك يحيى يقول لك تقول له في الفينانس ما مسلكش لا نقول لك يجي حياتي عارفه واش مسلكه ولا ما مسلكاش راه كنقول لك من ناحيه اخرى واش وصلوا الفلوس ولا ما وصلوش ولا نقدروا انفيستيو هنا ولا لا ويحل المشاكل القانونيه والمشاكل ديال الترانسفير واش هذاك الشيء ماشي ساهليش اخي ساهليش كيبقى غادي حتى هو كيميزاجو هذا الشيء هو اللي كيبقى ميزاجو هذا هو اللي ما تيبانش في البيزنس اخي شي بلا بيان سور خصك تبقى تكون بزاف جاو الفلوس كان تساكم وخا صافي الفلوس باش تحل باش تحل زعما هذيك اللعيبه اللي تصيفط الفلوس سير دير روند شحال من رونديفو شحال تصيفط من الورقه شحال دير من الميتين عندي بريزونطاسيون ديال الشركه ديالنا على البنكات وهذا شنو كنديروا ولكن اخلاقي عرفتي علاش حيت ما كنخلصوش واحد ولا جوج راه كل سيمانه كدوز ما غنقولش الرقم شي بزاف ديال لي ترانزاكسيون او ما كتقول لك شنو كتبيع انت عاد كونت بيرسونيل ماشي شركه هذا كاين بزاف ديال الديتاي ديال الكومبلاينس هنايا وي هادشي اللي نقول الغول ديالي في الشركه شنو نسيت شي حاجه لويرز
اللويرز هذه داخله في الكومبلاينس الوكالات هذاك بيان سور. انا اللي كيعجبني اكثر هو لا ستركتور كيفاش نستركتوري البروجي الجداد فهمتي. كيكون شي بروجي جديد هذا كيعجبني كاكسي تاع ماشي هادشي امريكان دير هادي طاك طاك هادشي فهمتي. وجدوا بيتش بيتش داك تقلب عندك هادي شي حاجه جديده اللي ما عمرني ما كنت شفتها في نفس الوقيته تاع السالي. لا والله الا ما صافي لا لا قلتها شي نصيحه سميتو الشباب الشباب انتما. انا كنقول شفتوا الباركور ديال حياتي الحمد لله نقولوا ما بغيتش نخدم ها خدام دابا انا واخا كنقول ما بغيتش نخدم دابا انا اوكي خدام ولكن ما كنشوفهاش غير خدمه حيت فهمتي كنشوف ازا الباسيون ديالي هاد الخدمه هادي باسيون فهمتي عجباني ما كنحسش انا غادي فاق في الصباح غادي الخدمه اوكي هذه الو باقي في ذاك المايند سيت ديال ما باغيش نخدم. باغيش تخدم هي خصك تولي اونتربرونور من الاخر. الا بغيتيش تخدم خصك دير شي حاجه ديالك. انتما شفتوا الباركور ديالي تقريبا عارف الاونتربرونوريا راه تقريبا 10 سنين وكان 10 سنين قبل ديال الخدمه وديال بيان سور. انا ما نقولوش ماشي فحال الباركور ديال الدراري نقولوا الفقر وهذا ولا ما عنديش من ناكل ولا ماشي شي حوز داكشي ما كاينش اوكي. ولكن واخا كانوا هاد الظروف زعما اوكي نقدر نلقى خدمه مزيانه قريت هذا خدمه مزيانه ماشي اكسكيوز باش تخلي حياتك سهله اوكي. مشيت دبرت على راسي بوحدي في اوروب في كندا قلبت خدمت بزاف خدمت شي كامل دبرت على راسي حيت انا اخي الحمد لله كنتي غسل الطبيس لاش خدمت في كول سنتر حيت ليديوكاسيون ديالي حتى هما واخا سميتو واخا الوالد ولا الوالده هذاك علموني ندبر راسي بوحدي اوكي ساهله هي باك تخدموا في الشركه عنده صافي بلان صراحه كاع ما فكرت انا في هذا اللوكا داك الصعيبه هي اللوكا ديال تكون كونفورتابل كونفورتابل نوت بغيت نفهم ديال مروان راه اخي اللي صعيب هو تكون لاباس عليك كل ما زدت لاباس عليك لا حيت عندك كاع الحوايج عندك تلاها عندك تقدر تاكسيدي لهذا. حنا كان كيمنعنا راه ماشي ما بغيناش نمشي للكلاينت راه ما عندكش ما عندكش ممكن لك تخلص ممكن لك دير ممكن لك دي بلاصه. الخلاصه ديالي زعما نخلص كل شيء زعما انا تعلمت هذا الشيء كامل هاد لا جورني كامل هاد الاكسبيرونس كامله هو ما كايناش اللعيبه دابا كوصلتي ما كايناش وصل فهمتي. واحد الكلمه تترجع ديما اما في الحياه الشخصيه اما في البروفيسيونيل اما في لونترينمون اما باش توصل للريزولت اتس ا ماراثون نوت ا ريس اوكي ماراثون صافي هو ما كيتساليش اي حاجه ما تساليش قال حتى تموت بيان دائما هي اللي سميتو نقدر ندير الخلاصه ديالها. دابا خير هذا الباركور كامل والحمد لله رجعتي للمغرب ابار الجانب الريبح ديال السيرو اللي الله يسهل عليكم. شنو الشعور ديالكم والشعور ديالك بالضبط وانت كتشوف ان بسبب السيرو ديال نفعتو شحال ديال المغاربه خلي الناس ديال الجزائر يشوف ولاد البلاد شنو الشعور ديالك؟ سؤال زوين اخي خلي الجانب الريبح هكا كتربح ولا ما كتربحش شنو الشعور ديالك كتشوف ولاد البلاد كيخدامين كيربحوا فلوس من جهتكم بسببكم كون رايح في تايلاند وما درتيش هادشي كامل ما كاينش يعني دابا عندكم واحد ستركتور باين شركه موظفين الى ابار هذوك انهم سالاري كذا لا لي سيلا اللي كيخدموا على طريقكم وداك كاع الناس اللي كيدخلوا فلوس على الطريق بيان سور بيان سور كتشوف زعما كتفرح كيكون عندك واحد الاحساس انك بدلتي اسمي انا كنشوفها صراحه بيان سور عاوننا عطينا سوليسيون للدراري اوكي كنشوفها صراحه انا بلوس ليسبري اونتربرونور كيعطيت حل بي بيان سور انا عندي ربح ماشي اوسي كاين لك لي في انك عاونتي ولكن ما نكذبوش انا ما نكذبش على راسي اوكي كاين بيزنس اوكي اللي كنشوفه بعيني دابا هو الحياه اللي سالاري ديالنا هاد شحال واحد تزوج شحال واحد شرا دار شحال واحد شرا طوموبيل داكشي انا براسي كنعصر قلت لهم انا باقي ساكن في الكراوت شي دار الدار هذا الدراري شي شي هادي بالنسبه ليا نقولوا كتحرك المشاعر ديالي اكثر من بحال ما كذبش على راسي لا هو بغى يقول لك لا على السيلر الموظفين اللي معانا كيحركوا المشاعر ديالو اكثر من السيلر لا السيلر والله ما عندك السيلر ما عندكش معهم ديك الشركه ولكن دابا كيعرف شنو كيدخل من السيلر لا تعرف شنو كيدخل ولكن ما كيجيبوهمش في الحياه ديالو انا كنشوفهم عاد كيصيفطوا لي كيكون اكثر انا خيتي صيفطوا لي اخويا السيمو شريت طوموبيل اخويا السيمو شريت ابارتمون
امي اخويا سيمو راه بغيتي تبني واحد الفيلا هادشي ما غير مو في ليفنت اكاديري العقلتي يطلعوا الدراري عاودوا قصص اللي طلعوا كاملين كيهضروا مثلا على سيمو كنقول الدراري والله من قلبهم ولا سعداتهم والله الا مكان لينا بالدعوه والله الا راه مكان ليا بالدعوه والله الحمد لله الحمد لله لا الحمد لله اول هذه الكلمه اول حاجه كتفكر فيها هي الحمد لله فهمتي ما تقدرش تفيق ولا تنعس الا نقول الحمد لله الحياه اللي سمعتي علاش راقي علاش قال لك يمكن راقي صح ليا علاش قال لك الموظفين لانه هو ربما شاف ان اغلبيه دوك الموظفين ماشي شي واحد خارج باك بلس 5 ولا شي دكتوره في الفينونس ولا قاري لوجيستيك في شي حاجه يعني ناس عاديين خديناهم امنوا بينا وامنا بهم ومدوزين معنا سنوات وصلوا داك النيفو الطريقه اللي كتعاملوا معاهم يعني انا تبارك الله بحال ما كاينش باترون من الموظف ما كلشي يعني يعني حتى انا الوحيد اللي كنت ماشي كامل موظف انا كنت موظف فهمتي انا الحاجه اللي كنشوف ان انا تزيد تعطيني بلوس دو فالور كموظف احسن ليا ما تزيدني السالير انا بالنسبه لي فهمتي جو مي سون فالوريزي في الشركه اي تعطيني قيمه في الشركه احسن ما تخلص حتى ملي على السالير انا تناخذ الوضع نوتر واخا انا معاك تناخذ الوضع نوتر في الشركه فهمتي على حقاش مورا لي فيلمون داك النهار داك لي فيلمون في كادير قال لي واحد جا عندي قال لي انت اخي سيمو اسمع هذه ما عمر سمعتيها انت اخي سيمو نتوما بينتو راه الشركه راكم فاهمين فيها وكلشي غادي مزيان انا عندي نقاش طاري ما بين جوج تاع لي زاكونت مانجر ديالكم وعندي قلت ليه حل لي نشوف حل لي وراه ليا فين كاين واحد النقاش قلت ليه انت اصط دابا راه اي حاجه فيها 80 20 حنا راه ما قلنا لكش الشركه عندنا بيرفكت وراه ما عمر الناس كانوا بيرفكت في شي دوله ولا في شي اي اداره ولا حنا الحمد لله قدرنا نديرو اكثر من 80% الناس زوينه راه كيطراو نقاشات قال لي على حقيتاش نتوما حاولت تبينوها بواحد الطريقه ديال عندكم البيرفيكشن قلت له وانا كان واعد كاجي نبين لك ان ما كايناش البيرفيكشن وانا درتها في اللايف قلت له حنا راه قال لي والله اخي سيمو على حقيتاش واحد الصوره عطيته بلي نتوما عندكم البيرفيكشن قلت له شكرا اخي على هذا التصحيح هذا انا اخي ما عمري قلت البيرفيكشن حنا الحمد لله قدرنا نوصل واحد 80% بلاص كاين واحد الانسجام ما بين الفريق كاين واحد العلاقه واعره كاين كذا وكنحسنوا قلت له كان واعد كاخي غادي المره الجايه غادي نحيدوا هذا البيرفيكشن هذا الحقيقه داك الجو اللي بينا في اكادير راه يسطوف سبحان الله جاب وحده زعما جاب وحده ماشي مثلنا وتبغي تمثلو بالرب ما يصدق لك مع التيم مع داكشي قال لك اخي سيمو راه بنتهم فاهمين وانا عارفه واحد جوج سمعتكم مناقشين وكانوا واقفين صحاب قلت له راه داكشي في البرايفت بيناتهم ومعاك وراني الكونفرساسيون كانوا شي نقاشات صافي وقلت له راه خير ماشي كلشي راه حتى حنا راه ماشي باش نحطوا هاد الصوره ديال الشباب اللي راه ما كاينش شي حاجه في العالم بيرفكت 100% اخي السي راه كندوي على 180 واحد واش غتقول لي هاد 180 واحد كاملين مع بعضياتهم يشوف عليك الشيء هذا بيان سور تبقى واحد البنت ما كتحملش واحد البنت عادي يعني كاين بزاف ولكن ما يمكنش ديك البنت تكون ما كتحملش 80% هنا ما كتحملش ثلاثه البنات باقي ما وصلتيش انا نقول لك كاين لا كاين مشكل كلشي ما حملش كلشي او 80% ما حاملش كلشي فاهمين ولكن ما كيكونش لامباك على الخدمه من الخدمه راه غادي الحمد لله كما هي انا علاش اي موظف تما حاس براسو راه مسؤول حاس براسو كاين هاد لوكا وكاين كاخر قال لي اخويا نتوما ما عرفتش مرضين الوالدين وكذا تيلا قال لكم والله مع الناس الزينة عليها هادي اللي جات القضيه ديال برو راه حتى حنا عندنا مشاكل راه حتى انت سير كذا حتى انت سير كذا غير حنا ملي كنتلاقاو مع مشكل كنعالجوه وكنكملوا راه ما كاينش البيرفيكشن ولكن اخي سيمو هذه اللي قالها السيد عندي لها واحد وجهه نظر اخرى راه ملي كتشوف هذا الشيء هذا التجانس الى حد ما راه ماشي هاد الناس جمعناهم البارح راه هاد الناس راه اول واحد فيهم بادي معنا 2010 ولا 2009 هو داك اللي كان هو داك اللي مور 4 ريال فهمتيني وباقي كاين دونك هاد الناس راه تجمعوا في 10 سنين ماشي شي 2018 ملي كانت عندنا داك الخيز قلنا لهم الدراري تهلاو راه قلنا البارح راه كنخلصو من جيبنا باش يبقاو هو براسو دابا راه كيحتارك على ديك القضيه كيقول لك انا ما سمحتيش فيا ملي تحطيك دونك هو غادي يساكريفي معاك هذه مهمه الدراري الا كيدير واحد الغلط يكون عنده البيزنيس طايح شويه كيقول لهم الله يعاون كدوز مده كيهز التليفون حالا رجعي حسن رجع ما تيحتارمكش يقدر يرجع حيت ما عندوش خدمه
وبلي ها بيان سي هادشي كان واضح في ما يمكنش كان كيخدم بواحد الطريقه انا اللي كنت رديت ليها البال كلشي خدام كلشي بحال خدام شركته ديالو راه شركته على راه داكشي اللي كيضرب فراسك اشهر بعض المرات كنلقاو لي كوميسيون ديالنا فاتوا الربع ديال الشركه ديالهم باغي تقول ديالهم الكوميسيون الكوميسيون ديالهم فاتوا الربح ديال الشركه يعني انت في الاخر راك عارف حنا الفيجن هي انا نقول على القضيه بلا ما نسميش جا عندي واحد السيد خور خدام عندي خور خدام عندي هو كان ساكن معايا ايام كنا طلبه قال لي عيسى محمد قلت ليه نعم قال لي خويا خدم معاك عامين شرا دار طوموبيل بغاك تشك فيه وجري عليه هو قال لي هو السؤال ديالو ياك ماشي خوك كيدير شي حاجه ماشي هي هذه فهمتيني حيت هو خدام موظف مؤسسه ماليه وما دارهاش قال لي اخويا يلاه جا البارح وما عندوش الباك وفي عام دار طوموبيل ودار وتزوج ومشى للبالي دوز فيه شهر العسل مشى لتركيا دو فوا ويلي كي دار هذا بغيت ديكلاري بخو بجري عليه انت وطردت مع البال وتزاد الروبي متاكد من الصوص ديالك وانا نقول لي راه الصالير ديالك بحال ديال خوك ولكن خوك راه كيهضر في لي فريم يقدر يضرب 20 ميل ديغام في الشهر يقدر يضرب 15 ميل يقدر يضرب 10 ميل شحال اكبر بريم اخا يجي حي ما عمر سولت هذا السؤال سولت شحال هادو ولكن فريم والله تنسي شحال اكبر بريم مثلا ديال احسن اكونت مانجر شحال في المغرب يعني بلس سالير ديالو شي بالضبط 29000 الصرف و 30 درهم في النهار ديال البريم مزيان مدير في النهار خدام فلورو عايش في اكادير هذا من عايش في اكادير وباخر ما بلا ما نسول على حقيقه ملي قلت احسن اكونت مانجر عرفوا شكون بلا ما نزيد له زير لا ماشي هو واحد من احسن اكونت مانجر وبزاف انا سولتي على اكبر قلت لك 30000 درهم راه كاين 20000 درهم كل شهر كدار 15000 درهم هذه باينه سولتي على اكبر رقم قدام عينيا وي هذا شنو اخي يحيى وراقي زعما انا تنسولكم بعيدا على سميتو شنو تيخليك اخاين انت تعطي دي كوميسيون راه نكون واقعي شنو اخاين انت ولا يعطيكم الدراري هاد الصلاحيه ديال تبقى تعطي لي كوميسيون هكا وانت في الاخر الموظف رابح اكثر منك حيت حنا ما كنشوفوش دابا حنا ما كنشوفوش الشركه انها كتربح من هاد لي زوبيراسيون الشيبين حنا كنبنيو شركه اللي كتعطي فاليو وكتبني فالور ديال الشركه اللي في الفيوتشر نتمناو كتريزي الماني كتبني الفالور ديالها بشحال مليون دولار باش في الاخر تبيعها اكزيت هذه هي كيفاش باغي نربحوا الفلوس انا جاوب بطريقه اخرى اسمح لي انا هذه الشركه حنا ما خديناهاش ان واحد الشركه خصني ندي منها العشاء الاولاد بلا يعني انا ماشي كنتسنى لا فان دو موا نقول الدراري شحال شاط سيمو هاك راقي هاك حازم هاك يجي ياخذ انا هاد الشركه نقدر نخدم فيها 5 سنين وما ناخذش ريال دونك ها لي زوبيراسيون كامل اللي كيطراو اي حاجه كنشوفها غتكبر ليا الشيفر وغتكبر لا فالور ديال الشركه غادي ناخذ دوك نفس الفلوس ونردهم للدراري داك التيم علاش كنعطيها اخي سيمو لي بريم كما قال باسطوف راه انه الا ما تهليتيش فيه راه حط عندك رجل ورجع على برا واحد الكلمه قلتيها في ميغاسين في كادير عجبتني نخليه يتلعب يحسب رزقه ما يحسبش لي رزقي ينسر هو خليه وحق الرب الا كاين اللي تيقولها تيقول لك تيجي يحسب رزقو مع رزقك تيقول لك الشريف خليني ميك راه الا جيت ندخل الحساب مشات ليا الكوميسيون يخلي بنان عرس يجي يقول لك تقول له حسبتيها بان لك نقلبهم صافي اللهم يمشي قبل رزقه ولا يجي قبل لي رزقه واحد القضيه تفكرتها واحد الدموع هذه مشيت هايدت لهم واحد في البلاتفورم واحد البلاصه كيشوفوا فيها لايف شحال وصلت الكوميسيون نهار الاول يوم واحد 400 درهم وهي غدا هايدتها خبيت عليهم وما يعيطوا لي واحد الدري فيهم قال لي واحد ما ترجعها قلت لي علاش قلت لي والله الا ملي حيدتيها فشلنا قال لي راه كندخلو كيقول لك شوف راه احمد ضرب لي 600 درهم في الكوميسيون قال لي كنوض تاعنا نوض نخدم فهمتيني والله هذه وقعت لي كنت في السعوديه قلت لهم خبيوها خباهم وكيعيطوا لي في التليفون لا رجع المنافسه
اخي هي زوينه وخايبه صراحه المنافسه. كاين الناس كيبقاو تيضاربوا وكاين الناس انا تندوي دابا برا الشريك كاين الناس تيبقاو تيضاربوا وكاين الناس اخي تيحقدوا باش نعرف واحد خونا هذاك خونا اللي جلس ليها اليوم راه مدخل 1200 درهم وانا عندي 20 درهم اخي سيمو هادي ما متفقش معاك نقول لك علاش غيحقد الا هو ما عارفش كيفاش دار ليها هذا غيقول هذا غير صاحبي حيا تهلا فيه فهمتيني وفي كتقول لي فلان ها كيفاش كيتحسب الكوميسيون حيت لا بليبار ديال الناس ما كيكونوش شفافين ولا بليبار ديال لي زونتربرونور كيقول لك السي غيسان عندك البريم لا فان دو مو كيجيب الجو كيعطيه لك كيفاش حسبوا كي دال لي كيفاش استحقوا الغيساني ما كيوضحوش حنا من الاول عندك بارين الا بغيتي 100 درهم اشنو خصك دير بغيتي 200 درهم اشنو خصك دير بالعكس عدد الاوردرات بالعكس شنو كيدير هو كنشوف الغيساني ضرب 1200 درهم كيمشي عنده والله هكا كيوقع سير غيساني انا راه كنسولك بعيدا فهمتي انا تنحاول نقلل ديك كي درتي ليها الضفه الاخرى كي درتي ليها كيقول لهم انا راه كي درتها كي خدمتها كيفاش درتها كيشرح لهم بالعكس الحقد ما شفتوش بانه بالعكس المنافسه بالله وديك المنافسه ماشي منافسه بيناتهم المنافسه باش ينفع راسو وينفع الشركه هي أيوة زعما النصيحة ديال أي واحد بغى يبدا شركة فحالنا ولا في دومين آخر ولا كل شيء لا أنا نقول لك أخي بعدا باش نحطو سميو تحط الواحد الأساسيات تبدا شركة بحالنا كتفلع على راسك تتبدا شركة وكتراب الكاش وكتحط الكاش في جيبك راه الجملة قالها متتسناش نتي الدراري العشاء من ديك الشركة عاد تجي تبقى تفكر هاد اللعبة ديال تبني شي ستارت أب الفالويشن من بعد إكزيتي والإكزيت راك عارف كياخد واحد الخمس سنين سبع سنين ما عرفناش شحال وكذا فاي باش نتفاهموا اخي ماشي زعما هادشي اللي كنت بغيت هادشي اللي كنت نقول اختي لا تقول لهم الدراري نصحوهم اللي بحالنا يجي ما ننصحكش اخويا راه مؤخرا كنتي معايا انت ولا الشكر واحد الصديق ديالنا جا عندنا من كازا قال لك الدراري شنو ممكن ندير قلت له الصاط هو غادي تمشي تتجا في الخدمه وتمشي تجمع الكاش قال لك لا انا باغي ندير شي حاجه ديال لا فالور قلت له انا كاين لا فالور لا والو سير تيها عمر الجيب هادي هي القاعده رقم واحد تتعمر الجيب عاد اجي نقول لك تتكري لا فالور هادي هي الفالور الاولى لا فالور كيما تيقول الغيساني تيقول لك احسن حاجه ممكن تقدمها للفقراء ان ما تبقاش واحد منهم لا فالور الاولى هادي دير فيهم خير هادي تفرق معاهم وممكن ديك الساعه تعاونهم المهم هو انت تمشي تخدم ما تبقاش فاقر لا ما تقول زعما كيتبان لهم هادشي كاين شي ناس كتبان لهم ان هادشي كامل ساهل فهمتي اجي ندير هادي الطاكا دار اجي ندير شي بين اجي ندير ما كنشوفوش داك الباك اند شحال واحد خدام وشحال وسميتو ما كاينش فحال والو كاين شهوره ما كاين لا رابح لا والو ما كيشوف زعما داك كيشوف هذاك اللو ديال الايسبرغ ولا كيشوف البرودوي مقاد في الاخران كيشوف غير ستوري كيشوف غير ستوري ما فهمش شنو كاين لا هما هادوك 99 تقريبا واحد 93 كاين انا خفت الكذب اللي كيسدوا الشركات في العام الاول في المغرب تيتسائل تيقول له وانا انا كنت كنشتغل في شركه اسمع انا الشركه علاش ماشي قلعوا الشركه المغربيه الشركه المغربيه كيعيط لي كونطابل كيقول لي يلاه الشركه سميتو دارت عام الشركه المغربيه كيقول لي خاسر ايه خاسر قايد خاسر قلت له راه خصك ديكلاري شي حاجه قلت له قايد داكشي اللي كاين خاسر ستارت اب باش تربح شي ربحات راه مخسر ولا شريكه ولا زعما مريح مع واحد السيد حتى هو في مابغاش يفهم قلت له الشريف راه كاينه واحد اللعيبه سميتها ستارت اب راه ما كنربحوش الفلوس قال لي راه ما يمكنش اصاحبي باش تبقى حال البيزنس ما كتربحش الفلوس قلت له اجي ربحوا فوقيت لي كزيت اجي ربحوا من لي راه فهمني قال لي اشرح لي هذه اللعبه هذو بقيت مع باقراق قال لي وتبقى خمس سنين ما كتربحش قلت له وا بالرب قال لي فين كتخبي والربح قلت له اجي نوريها لك ها انت ربحنا هنايا مشينا بدلنا البيرو جبنا بيرو حسن كان خدام عندنا 12 الناس ولاو 32 هنا ولاو 49 كل ما كنربحو كنخوفو في الموظف وكذا قال لي علاش كديرو هكا بنادم تيقلب على الربح قلت له ولكن راه قيمه الشركه هنا ماشي العام الثالث العام الثالث ولات تساوي مليارات من بعد ملي نبيعوها ديك قال لي دونك حنا نربحو ملي تبيعوها قلت له انا غير السؤال واش نتوما عندكم هذا الكونسيبت ديال ان شركه كتخسر هذه المده كامل قال لي وصراحه هو لا جيت انا اخويا السيمو عندك هاد الهضره راه ما تدخلش ليا الراس قال لي والله الا قال لي شوف انا راه صاحبك
ولكن راه هاد الهضره راه ما دخلش ليا راسي باش نقول لك انا باش نحطك المهم شي مرض افير صافي يمكنش هادشي في الضفير تبارك شي شجره ما ديك العري معايا والو في الاخر شحال الشيفر على الاكتيفيتي ديالك شحال كتربح كيفاش تخلص قلت ليه قال لي يقول لي اخي سيموش بصح هاد ستارت ابس ما تيربحو حتى حاجه والله الا كتبت ليه هاو ستارت ابس ميك ماني وريج وقرا وقلت قال لي راه خير هذا راه بيزنس موديل اخر قال لي يعني انا خاص تحط واحد الكاتيجوري اخرى في داك الفطر اللي ما تجددش من التسعينات سميتو ستارت اب قلت له زعما دابا انت دوي معايا جا شي واحد من الفيسك رايح مع ستارت قال لي وبر الرب اخي سمو ما يزكلو وانا سمعنا قصص السيمو ديال دي ستارت اب كيقول لك انت خدام اذا انت كتربح سمعنا قصص ديال دي ستارت اب تهداو عليهم في الديمارج تهدا علينا داك الشخص اللي جا ما عنده حتى شي ميزاجو قاري في واحد الكتاب قديم دابا ديال ستارت اب على الاقل مثلا الدوله لو كان دخلت تعفي الشركات غير من لاسينسيس كما كدير مع الناس ديال لاماطير تعفي الناس من لي وهي عارفه راه كتجبد الفلوس باش تخلص الناس ورغم ذلك خويا ستوب فاش غتقنع واحد السيد جا عندك البيرو لقى 120 واحد خدام غتقنع انت كتخسر مستحيل العقل العادي يقول لك الا كتخسر تزكي ليا عندك خسران الناس عندك عنده في عقلو ستارت اب تكون انت وصاحب خدامين يقول لك ستارت اب يقول لك باش تخسر تلقاك انت ونص لا لا ومن الله الا شوف اخي الحمد لله ملي كتلقى داك الحوار غادي جاي تقول الحمد لله يكونوا الحلول حنا نمشي جا انت دوك هاد المواضيع هادو باش يتسرعوا الحلول حتى تما معذورين لان هادشي جديد على المغرب راه حنا كنعاودوا فينا هاد لي ستارت اب اللي في المغرب اللي غيعطيو الموديل معذورين انا الموديل ما كاينش ولكن هادشي ما تيمنعش هاد الناس راه عندهم تما مداخيل عندهم كذا خصهم يديروا لي فورماسيون خصهم يمشيو يصيفطوا لنا ديالهم الدول اللي مقدمه اللي عندهم مثلا صيفطوا نقولوا الانجليز امريكان كندا لعيبات انت شي مثال مثال مول موتور مول موتورات تلقاه باع تلقاه خلص بيان سور ما عرفتش شحال خلص شي ديستر 20% المهم خلص وراه حتى هو ستارت اب جوستي سير ما يكون ربح حتى ريال دوك السنين ولكن ها انت خليه تايبي وراه خلص وغادي يخلص خلص مزيان يعني عطاك واحد الخلاص ناضي هي راه هي هادي وعطور هاد المده خدم لك مده مباشر بزاف يتوب عليك يعني شنو بغيتي كثر من هاك راه هادشي دابا حنا كندويو مع ستارت اب كنت كندوي معاه قال لي والله اخي سيمو زعما انايا واحد من اللي ماشي اللي زار كيتسنى واحد القضيه سيمو اللي فقاتك ما لهموش عاوتاني جا خلو له راسنا تاعها احنا ما تمشيوش نهضروا على هادشي ما تمشيوش عندهم باش نقول ليه الشريف بغي يدير ليا واش هادي علاش فينا هي هادي ونطلعوا نديروا لي زارتيكل في لي سيت ونجيبوا نمشيو عند لي مينيست ونحطوا لي لوا ونمشيو عند النواب البرلمانيين حنا خويا حنا وما غاش دخلنا الصعاب بغي المغامره في هذه الديله انا دور الفكر كيعجبني وما نديروا والو تجي لقاء قاده لان احنا قلال لا والله الا دابا ولينا كثر اخي ديك ستارت اب غادي في المغرب بنادم شوف شحال ستارت اب دابا في المغرب غنقول شي يكونوا 20 غنقول لك خايدي حنا من نوجد انا الصراحه انا دي السيمور عارف تمشي تنكونتاكتي كنهضر مع لي مينيست كنهضر مع هذا كنهضر مع هذا الشوم نهضر علاش حيت هذوك الناس اولا بيتيت يقدروا يكونوا ما عارفينش نهضروهم بعدا الا كانوا ما عارفينش وتا الا كانوا عارفين على الاقل شويه ديال التشاش تيبدا ينوض هذا هضر معايا الاخر هضر معايا الاخر هضر معايا اذا هادي راه خصنا نشوفوا شي حل لهاد ليستوار غادي احنا كنا كنهضروا على 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 ان ملي تعتقل شي واحد دار شي لعيبه وباقي ما عندوش 18 عام ما خصكش ديه للحبس عطيه العقوبات البديله هو وزير العدل اليوم ما كينتناقشوا في البرلمان هادي حيت ناض عليها الله ناض عليها الهضره بزاف ناض عليها نقاش هما ماشي ناقشوا في البرلمان ها هي تقدر تولي بروجي دو لوا ها هما غيوليو يديروا والله انا ما قاطعك بالنسبه لي انا كنشوف ما نضيعش وقتي على هذا حيت انا ما كن زعما دونسي زعما ان يكون ريزولتا صراحه وما نضيعش راه خلينا راه كديك الشوفه تاع الورد ولكن اخي لا والله اخي شوف انا صح حتى لك اون بي اين سين قبيله قلت لك هاد فرنسا حنا اللي صافي نضلوا نقولوا كذا ما حتى هي راه داز واحد عصر الانوار والروينه والمشاكل والصداع انا نقول لك اخي السبب ديال باي بال باش دخل المغرب وواحد السيد سميتو رايان مشى لكندا هاد السيد هذا جمع باج فيسبوك قال لهم الله يخليكم تجمعوا فهاد لاباج الناس اللي باغيين باي بال في المغرب كونتاكت باي بال قالوا لي لا ما يمكنش على حقاش لوفيس شونج عندكم حاط شي ريغوليشنز ما تفاهمناش معاه مشى الصاطس المحفظه زكا موعد مع لوفيس شونج الاول في جوج ثلاثه وكل موعد كيمشي عندهم تياخذ معاهم تصويره وكيبوستها تقول لهم الموعد الاول راه الله دويت معاهم صحت لهم باي بال اشنو هما لي زافونتاج ديالها للمغرب ولي زانكونفينيو قالوا لهم لي هو وحنا لقاو شي لعيبه في الوسط كذا 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 ضرب معاهم شي اربعه ديال لي ميتينغز وهو راه ما هو خدام من باي بال ما هو مواطن عادي
وبقى غادي جاي غادي جاي حتى تاكتيفا باي بال في المغرب. هاد الصوت هذا ما عندوش حتى شي تواجد في التاريخ ما عندوش، ولكن راه كره الا بغيتو شي حاجه الدراري راه خاص تحركوا ماشي ديك اللعبه ديال وما عندناش انت في المغرب اه فلويت اه خوت. لا هو القضيه قلتيها في باي بال كاينه في لا دي دي دابا كانوا كيقولوا لنا ممنوع الشركات يخرجوا الفلوس لبرا داروا لهم نهار الصداع هكذا داروا لهم 100 مليون غندوا وصلت 1 مليون درهم هذه راه غير بالهضره غير بهذوما مشى حتى واحد اه واحد قرب مشى حتى واحد حط شي مبلغ وحط شي رولز اخرين ومشى دافع عليهم تلقاهم بيان سور بيان سور. هذه ديال باش تخرج الفلوس لبرا هذه تسمى الجاليه المقيمه في المغرب لا هي راه صراحه بان الدولار داخل قالوا هذه الجاليه المغربيه المقيمه في المغرب عرفتهم. دابا سي محنا هذاك المره كنا كناقشوا فيها واش حنايا مشينا عند الناس قلنا لهم شوفوا بلي ستاتيستيك وبلي شيف حنا عندنا لي شيف غنوريو لكم هاد الناس راه تيصرفوا 30% ديال هاد البيدجي اللي كيدخلوا يعني واحد تيصرف 30 دولار تيجيب لك 100 دولار راه العقل تيقول خاصك تخليه يخرج لك 30 دولار وإلا قال لك 300 عطيه إلا قال لك 3000 عطيه لانه غيجيب لك منها 30000 لا العقل راه زعما الا ريحتي معاهم فسترتيهم باش كتحكموا باش ما فسترتيهم بالعقل. الموديل ديال سوينغ راه عاودنا هنايا وقع هذا عيط الكونتاكت قال شي هضره كونتاكتو بوك المغرب قال لك تلاقى ليه هو ريسبونسابل وشرحوا ليه داك الشيء بلي ديتاي ديال لي ديتاي يعني الناس راه تيسمعوا خاص غير اللي يهضر معاهم ولكن عرفتي ما نعموش كاين شي قطاع الناس ما تيسمعوش فيهم ولكن الا بقيت انا ساكت والاخر ساكت والاخر ساكت والاخر ساكت هذاك السيد راه ما مساليش حتى هو يسد على راسو خصها يبلوا جديده وجديده راه ما ساهلاش اي حاجه كتجي خاص شي واحد يدوي ماشي واحد خاص شي ناس لا وسيرتو انا شوف اخي في الاخر كاع هادشي تاع الايكوميرس كدا هادو كاملين في صالح البلاد وانت ما حد كدوي شي حاجه في صالح البلاد مرحبا هادشي باش نطلقوا لي كومونتير الدراري الدراري نطلقوا كومونتير 5 دقائق وغادي نفرتكوا هاد المجمع هذا خراقي يور ستوري انسبايرد ونتمنى ان ستوري انسبايرد لا لا انسبايرد بزاف ديال الناس اخي كيفاش واحد الخدمه هي ما باغيش نخدم اشنو باغي تولي استاتيسو شنو باغي تولي قال لي انا ما باغيش نخدم بغي اخي راه قيت هرب برا الماتريكس ها بغيت هرب برا الماتريكس بغينا ناخذ الريد بير شوف نقول لك راقي بدي السميه ديال الانستغرام ودير البرجوازي لا اكو شي كاين في المدير سيمو ديال سيمو ديال البرجوازي البرجوازي دوت كوم واش اللي كاين كما قلت لكم بغيناش نخدموا خليت السلام هادشي اللي كاين بغيناش نخدموا كيما اي واحد الميساج كيما الاخر ديالي هو كما قلت لكم اتس ماراثون نوت ريس ماشي سباق هذا ماراثون قضيه ما كتساليش انا بالنسبه لي ما كتساليش واي نتمنى ان الله يجزاه لا والله الا خير راقي على حساب اللايف ناضي والله ناضي ناضي والله الا خير بقات في حاجه وحده ديك المكالمه اللي جات قطعت اللايف غتعذبني في المونتاج غتعذبني في المونتاج ولكن هذا ميساج الدراري باش كل نهار صعيده اه صاحبي صافي عارفني داير اللايف ما اتصلش المغرب كله عرف لا لا يقدر شوف شوف يقدر تستني شي صوت ما عرفتش ما عرفتش ما ما فراسيش اخي ولكن اخويا صافي راه كتعرفني بلا ما تتصل قلت راه كيدير لينا الرقيه ديال الايكو رقيتينا في هذا اللايف شي اسئله الله يحفظك لما شوف شي اسئله شي اسئله كيقول الناس غير عاجبهم لا ما تيكتبوش الاسئله شي شي صاحبي 40 عام 40 عام الصاد باقي حاضر فوكوس حسانه دور اخي راه كيوريهم الحسانه كي داير حتى انا 40 عام كتلقاني شي دابا ضربت الزهر 33 عام واحد علاش ما كاينش اه سي ديديكاس هذا ديديكاس ديديكاس اللي كانوا ديديكاس خلي الحلقه بين خليني وحدي انا ديديكاس السلام عليكم ماشي بزاف شكون كاين الدراري خدامين معنا في الشركه السعوديه نيتورك كاملين كاين حازم كاين ياسر الدراري ديال السعوديه صحابي ديال فرنسا صحابي ديال نيس ديال فرنسا صحابي ديال المغرب عزيز الكوافير حاتم هذه ديال الراديو تحيه كل تحيه شوف سؤال راقي شحال تيستغرق قبول الطلب في سي او دي
هادي بزاف هذا درتي شغل درتي لا كارت ناسيونال ومدا شي شينات صغيره وكلشي في النهار مزيان كاين شي سؤال اخر جاوبو كيف قال لك واش كتعطيو دي ريكومونداسيون كيفاش نعزلو البرودوي واش لا كونت مانجر تقدر يعاونني انا لو افيليت لا في السي او واش كيقدر يعاونني كيفاش نعزل البرودوي ولا كتقول لي شريف لا سير جيب برودوي من عندك كلشي يقدر يعطيك دي ريكومونداسيون ملي توري البرودوي اللي لقيتي ماشي هو يوريك البرودوي ولا تعاود ليه انت شنو تعرف مثلا جيت عندك قلت لك انا دونتيست يقدر يقول لك سير في داك المجال دونتيست يعطيك شي لعيبه ولا اللي جيت قلت لك انا ما عرفتش شي لعيبه بحال هادشي لا لا ما كاينش ما جاي لان حنا ما كنعطيوش البرودوي لان عندنا الاف ديال الناس كيبيعوا البرودويات لا اي زعما واش تعاونوا واش داك الكونت مانجر تيعاونوا لا الكونت مانجر ماشي فورماتور هو يعرف سبيسياليتي ديالو الخدمه ديالو هو كونفيرميشن رايت ديليفري ريت هادو هما لي دو كي بي اي اللي كيدير دونك تيهضر معاك حتى كتبدا تبيع ودير لاكس السؤال واش كاين معكم موظفين اللي كيخدموا حتى هما في الايكوم بيان سور كو نو لا كيفاش تكون الحكم ولا باش تكون الحكم وتكون قول لي ما خير هذيك الكونطرا اللي مسنين نتوما باش يعرفوا الدراري عاود قول لي الكونطرا اللي مسنين ديال منو عطيو ليكم اي واحد خدام في الشركه ولا حنا براسنا ما نقدرش نبيعوا برودوي هذه باينه هذه ما كنديروش اي كوميرس حنا براسنا كاين واحد السؤال كما كيقول يحيى الاربيتر واللاعب في نفس الوقت ما يمكنش واحد السؤال مهم سيستر راه باش قال لك واش نتوما موفقين في حاله الحياه الخاصه كما موفقين في الحياه في الحياه زعما المهنيه باش كيسولني انا ولا سولات ماشي سول زين باه هذه سميتها زين انا والله الا واحد السؤال مهم هذا تجبد لان الناس ما تيشوفوش الحياه الخاصه ديالنا كيفاش كندوزوها عاود على راسك بعدا راقي عاد السي و جاب لا في تسالي انا غندخل حيت خاصنا نتا خير حيت خاصنا لي فامي ديالنا ولادنا عائلتنا كذا لي انا الحمد لله فرحان في الحياه ديالي بالنسبه بيرسونيل حياه كاي شخص عادي بعد ما اب بعد ما داون الحمد لله انا الحمد لله البيزنس ديال السي او دي دوت نيتورك وداك زعما داك البوست ديالك ما تاثرش ليك على حياه كاز كتعيش عادي على السير العادي لا لا انا كنعيش عادي اشي بغيت نقول على قلت لي غندخل راقي تقريبا فينا هو اللي كيعيش عادي راقي عايش الحياه علاش لانه هو يجي يتبادل غير راقي لانه هو يجي حيا كيخلص الثمن اخي عاود لي راقي دحيا جاوبنا على هذا السؤال هو دابا راقي كنشوفو كيعيش حياته عاديه باستثناء الى سافرنا على برا المغرب واحد شهر شهرين هذيك اللي ما كنحملش يعني هو ما كيحملش راسو وكنا في السعوديه انا وياه ودقينا ديك الحقنه الاولى وقال لك غندير الحلقه الاولى غنرجعوا للمغرب شويه قالوا لينا ما غتخرجوش الا ما عندكش الثانيه وديك كنجر ولا فانجور تسنى الحلقه الثانيه كنبغى يتسطر ليا بغى يتسطر ليا تما في السعوديه لا لا تيبغي المغرب هو تيبغي المغرب لواحد الدرجه ولا ما عرفتش شي مجمر كان خدام دوز دونك هو راقي كيعيش الحياه باقي هو راقي حيدنا اي مع سته غيخرج سته غيخرج يمشي عند ولادو نهار السبت نحد في البحر الشورت المسائل حنا لا جيت شي داكشي ديال الكاليتي دو فيديو ديال تايلاند تقريبا عندي الحمد لله لا لا الله يلاه كاتجي قريبه للتايلاند انت خليتها تكون قريبه للتايلاند كاين شي حاجه صغيره لا الحمد لله حتى البوست ديالو البوست ديالو ما فيهاش بعيد شويه على اللوكيشن ديالها وديني يعني استراتيجي ما كاينش تحت ولكن جاوبنا دابا ما قلتيش لنا دابا تعاودنا عيد يحيى عايش بخير جاوبنا على هذا السؤال اللي قال السيده انت مثلا ناخذ الكاد ديالك عيد يحيى انت فرحان اخا يحيى في حياتك الشخصيه لا قول لنا اخا يحيى علاش الله يبارك الله عادي جاوب لا ولكن كاين شي سبب شنو هو السبب يصلحوا يولي ساعه قايبه ما تكونش عارفه شنو هو السبب هو انه هذه الخدمه ديالنا ما كتخليش لك انك تعطي الوقت لجميع الاطراف اللي كاينين في حياتك حنا قلتي صبر كدير لك شي حاجه كتشوف الله ماشي غير مالي الدار انا مالي الدار الوالدين الوالده خوك كجداك هادو كاملين راه اقل واحد في العائله كيشوفوه هو انا يعني 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 ماشي ما بغيتش ولكن راه ما يمكنش زعما نقول لك راه انا اليوم هنا غدا علم الله فين غنكون دونك واش السؤال واش انا فرحان 100% بحياتي الشخصيه انا اقول لك لا على 100% على 100% ما فرحانش بها لا لا سيرتو اخاي دكاي ريسبكت دكاي على خاطر شي يخدم 15 ساعه في النهار فهمتي هو بحال قلتي دوك الجنود
هو اللي وقف في الاول جندي ماشي الصف الامامي هو الاول هو القائد ديال الفريق ومرتبط بزاف ديال الاطراف يعني. والله الا فهمتي والناس اللي حاضرين وراه دير ليه البال حتى هو خدام تريبورتيو ليا تيقول لي يا اخي احنا تقهرنا الساط راه فايتر از ذا ريل فايتر بزاف تنجيو حنا كنخدموا كنعياو كنمشيو الساط باقي تما المهم واحد السؤال قال لك واحد على كافك بالنسبه للشراء ديال السلعه كيفاش كدير مادام خاصك تفوت خدمه بلاصه تفوت 15000 درهم راه هضرتوا عليها كاين هو كتخلصو نتوما سي او دي ما تيخلصش بالفلوس ديال البنك لا لا كاين ستوك هذاك اللي كيبغي يخلص فلوس مغربيه يقدر يخلص فلوس مغربيه يقدر يخلص بايون ما دخلش فيها 15000 درهم ديال ما دخلش فيها دونك تي كونتاكتيكم تي خلصكم نتوما سي او دي في المغرب ونتوما كتجيو السلعه منا كيخلصنا باي عمله عندنا كيما كيبغى تكون حنا كنغارونتي بيه ديك السلعه تدخل ديك الدوله الا ما دخلش الفلوس تشدو راه واحد قال لك الشهر الا ما خدمتش بالكونت ديالو واش كديزاكتيفي ولا كيبقى افيليت ولا سيل افيليت واخا ما كان ما ديزاكتيفي واش كاع لا ما كان ما مع سؤال غريب ما نقول انا عارف انا باقي عاقل في دوك الايامات السبيا وهذا الا كريتي كون ما درتي بها ولا تحيدو لك بعدا هادشي تيصيفط لك قبل تيقول لك راه غنحيدو لك باش يقول لك تخدم قال لك اخي واحد واش كتقبلوا لي اس تي تي لا 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 الدراري شو الدراري حنا اولويز تنكونوا مع الريجوليشنز القوانين راه تيبداو الدول تيقبلوا الكريبتو اجي نقبلوا تاع الكريبتو ما حد الدوله ما تتقبلش الكريبتو حنا راه ما كنقبلوش الكريبتو وما دابين الله يهديك الكريبتو لا لا لان فهمتي تيجيو شي لعيبات لا ويقدر يكون خدم شحال هادي لا من الاول كاين اكونت لا خاص التراكينغ نمبر خاص يمشي يدوم على اكونت مانجر علاش هو ما خدمش لانه كون خدم عنده اكونت مانجر حنا اي كلين عندنا كيخدم عنده اكونت مانجر عنده النمره التليفون ديالو الشخصيه لهاد الدرجه دونك انت واش سولتي ولا ما سولتيش يعني يا اما ما خدمش هذا السيد يا اما فريمون خدم الله اعلم ولكن ما سولش كون على يقين يقول الاكونت ماجر ديالو فين هو التراكين نمبر هادي غيجاوبو دونك علاش غتحتاج السيبو وانت عاطيك واحد السيد التخصص ديالو يجاوبك على جميع الاسئله اللي عندك يقابلك واش كاين واحد القضيه ديال التراكين سيبورا الوغ السيت ديما هو سي او دي بوان نيتورك اوكي ايكون ايشوف السيت انترنت تلقى افيليت مسوق مع المعموله وسيلر سي كليك على افيليت تقدر تقيد دونك لو ميم سيت كاين لا سي مو كيسول علاش كون غدا غدا وان اوف ذا جايز اللي ما عمر ما بان في الويب حتى هويا زرق كيبان معنا مره هذا ما عمر ما بان سميتو محمد مستور تفرجوا لا 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 ماشي هكا لا اول مره جيبان المستور اول مره جيبان المستور فهمتي واش واحد عنده 43 عام يمكن يبدا ويمشي مزيان في الايكوم لوكال في الخليج واش العمر عنده العمر ما كان حتى شي حاجه شوف ملي 40 ها هو 40 قرب 40 لا قيسيمو ملي كنا في اكادير باسطو في عقلتي معنا شخص في عمره 60 سنه ويمتى بدا هذا السيد في 48 سنة تبارك المعلومة صحيحة أشنا دارو الثمن ديال الساعة 150 كار دولار نو كوم كوم الناس كيشريو فيراري وكاين شي ناس كيشريو شي حاجة أخرى السيمو ديما تيتطرح وقاش عاوتاني غنشوفو هاد الحلقة في يوتيوب من هنا 4 أيام 5 أيام من هنا 4 أيام 5 أيام
ولا عندنا الديكالاج من 4 ايام 5 ايام ان شاء الله يكون في اليوتيوب. ترى المهم الحلقه ديال غدا مع واحد الصاد سميتو مستور وان اوف ذا جريت جايز هنا في المغرب اللي بدا حتى هو. المهم غدا جاوت لكم وفي لي كوميرس قدر يبدل حياته. لي كوميرس بدا من والو، ماشي من والو ديال والو صح. داك الصاد اللي بدا ب 250 درهم حتى هو غادي تصادف معاه في واحد المرحله في الحياه تجي عاود لنا غدا كيفاش تتلاقى وكيفاش كذا. وكل واحد خدام بوحدو فهمتي، يعني هذاك ديك النهار قصته بوحدو سميتو يونس بقالي والاخر هذا محمد مستور. عاد الصاط هذا جا عاود لنا غدا التجربه ديالو مع ليكم هذا هو السبب. هذا الدراري هو السبب تنحاولوا نجيبوا بزاف ديال الشباب داروها باش على حقيقه واحد الوقيته تيجي تقول لك اخويا راه عايش وحدين كتصدق ليهم، غنبقى نجيب لك اللي صدقات ليهم حتى تبدا تبانوا لك راه اللي صدقات ليهم كثار. هو مستور سي كونفيرمي لكم غدا ان شاء الله نتشاو. مرحبا 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 الشباب غنسالوا هذا اللايف هذا. اخر سؤال فوقاش تجيب بلا الضيفين خويا؟ والله ما شوف عندنا الضيوف ديال كاع رمضان هذا قدر رمضان الجاي، علما انه اخي صديق ديالي ولكن بعد الدوره. اي واحد بعد الدوره استثنيته من اللايف هذا لان علاش؟ شوف من الاصدقاء ديالنا تيبيعوا الدوره شوف كاملين طراو لهم مشاكل وانا تنصحهم تنقول لهم الدراري انا تنقول لك استافد من الخبره ديالي. انا بعت الدوره في 2012 رديت لكل شيء فلوسه ودارت لي مشاكل، ما تديرش نفس الخطا اللي درت. راه انت ماشي سمار، راه انا غدا انا السيمو لايف نبيع الدوره راه غادي نشري واحد 30 مليون درهم في هذه البلاد بهاد المتابعين اللي عندي، ولكن غادي تبعني 30 مليون ديال الهم من وراها. دونك انت راك نتوما راه ماشي ذكيين ان تمشي تبيع الدوره. تقول لك راه صراحه راه فيها ايزي ماني، فيها فلوس ساهلين، فيها المرضى صاحبي. ما ديرش اصاحبي الخطا اللي انا ارتكبت. كيمشي هاد الدراري اللي كنضلو كنوصيهم تيمشي تيبيع الدوره كيتبعوه المشاكل. عاد تيهز التليفون كيتصل بيه وقلت لي اخويا السيم تقول له صافي فوت ما تعاودهاش. تيجي عاوتاني واحد الوقيته اون فوا. والمشكله ديال الدورات هو واحد الكونسير اون فوا كتجرب دوك الفلوس الساهلين كتبغي تعاودها وكتبقى فيها. يجي حيا باع مره وحده قلت لي خاي يجي حيا ما تعاودهاش، قال لك والله ما عمري نعاودها فهمتي. واحد القضيه خايبه بلوس ان راه انا عقلتي البيرو الاولاني في حسان هما باعوا الدوره وتيجي عندنا بنان تيتشكى لنا قدام البيرو شكون هو اللي معروف السيمو. تيجي تيوقف بنان متسد عليك الطريق تيجي الغيساني خويا السيمو انت اللي خدام مع السيمو خويا راه داك صاحبكم راه نصب عليا يا ودي راه ما نصبش عليك باع لك دوره وانا نصب عليا وانا مسكين 4000 درهم هي اللي كنت كنكسب عافاك قول لي رد عليا. تنوليو حنا تيتصل بيا غيسان هالو خويا السيمو راه مرض راه اليوم جوج غدا ثلاثه اخويا السيمو راه شي بزاف الله يحفظك لما خذ من عندهم السميات هالو فرت الله خاصك تربط الفلانات فلوسه وخاصك تربط الفلان فلوسه راه ما يمكنش راه يبقى يجي عندنا حنا للبيرو صافي يكون هاني. وعاد داك خونا تيرد لهم فلوسهم وكاين اللي قبل ما يرد لي فلوسه توقف عندنا خمسات المرات. انا والله دوت في هذا السيجو تعصبت لان فريمون افيكتاني شي باع الدوره شي السلم ديال الدور صافي. هذا هذا جواب بزاف ديال الدراري تي صيفطوا شي يقول لك علاش ما كتصادش علاش ما كتصادش. جواب السهل هو انه كيبيع الدوار بالنسبه ل المهم راه كاين في يوتيوب الدوره ديالي هي الايكومرس فابور كاين الدوره ديالي ديال البرودكتيفيتي. الدوره فابور راه السطر الدوره تاع البرودكتيفيتي ديالك انت فابور راه على قداش راه الا بعتي الدوره راه ايزي ماني. انا واحد 3 مليار كتسناني هاد السيمانه تقول لهم الدراري بغيت ندير لكم دوره ديال كدا 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 نعاود نشرح لهم نفس الدرس نفس داكشي راه ما كاين حتى شي حاجه جديده غادي ينوضوا ليا بعد قلت لي عاود لينا هذوك المعلومات اللي كاينين وهذا الشيء اللي كيتقال عليهم عاود لنا هذا الشيء اللي كاين وكدا كدا كدا نصبوا علينا غادي تبعني واحد 30 مليون ديال الهضره ديال 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 النكير والمشاكل دي. على الواحد تنقول لهم الدراري راه نتوما في غناء على هذا الشيء والله الا في غناء الناس تيحترموك خليهم يحترموك والله. دابا الدراري هادو كاملين ما تنقولش شي حاجه الدراري كاملين كانوا ديسبكتد وقلت لهم الدراري ما طيحش في هذا المشكل ديال الدوره وحتى الا طحتي فيه راه انا طحت فيه الا طحتي فيه رد فلوس للناس وغيساني تيضل تيقول لك تيقول لك راه كون هي كيدير واحد اللعيبه اي واحد تشكر طلع فلوس راك كانوا يخرجوا من باب كبير كان صعيب صعيب يدخلوا فلوس يخرجوا فلوس ويخرجوا بلادي كاتب دراري جايز غنفرقوا هذا المجمع هذا الشباب تبارك الله عليكم التوفيق لكم حتى الغد ان شاء الله باذن الله طلعوا لنا في راسكم حتى الغد ان شاء الله
واحد واش كاينه تجيب شي دريه ما كرهناش خلينا نخليك لنا واحد النهار خاوي على قبل ديك الدريه الا كتعرف اخي شي دريه جيبها الله يرحم خلي النهار خاوي دابا عندنا رمضان كامل عامر طيب محطوطين جيب شي دريه مخلين واحد النهار مخلين واحد النهار سكور المهم شي دريه وبالعكس ما دابينا دابا الدريات اللي كنعرف راهم في دبي خدامين تبارك الله على راسهم خدامين في الويب كيدخلوا من الفلوس خدامين لا ما تضحك اخي دبي خدامين مزيان ماشي خدامين في الويب ماشي خدامين تراري انا شنو تراري انا شنو نتعشى تبارك الله عليكم شكرا بزاف و ان شاء الله الله الدراري تبارك الله عليكم الله يمسخينا بكم طلعوا لنا في راسكم